And I think we're live. Let me just check the page we are live. واحد السؤال عربية ولا أنجليزي بدل؟ عربية أكثر. عربية أكثر لاس دارجة وي دارجة دارجة. إن فيت جيكس بلا بلا الغاك اللي فيها سي كو 95% عربية 5% اللي بغيتي. فات ليدي في الأول جات الحيط جات واخا حتى هي دايزه. اييه مرحبا تاعها مي وجود الدارجه مي الدارجه كسب واحد اللايف كاع بغا يبان كاع في الفلاباج في الجروب ليد راه بقى عندنا هذا ويرد قبل ما الريفريش ما طلعوش كان اكزاكتلي هادي واو زين بودكاست we are live. It's more than a minute. العجب. Ah. Oh, yeah. we are live. But the group not live. Wait. So, السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة في Geeks Blabla. وبالتالي مرحبا بنا عندكم في الجروب. ديفلوبر شركة كازابلانكا. معنا اليوم جوج ديال الناس اللي عندهم خبرة كبيرة في الدومين. السي رضوان والسي أحمد. غندوز لكم اون بخومي يولي الكلمة باش مشيت انتخوديكسيون عليكم. لي مونغ ديال الجروب ولا انترنت كاملين يلا رضوان بدا انت لا حشومه لا الله يلا تسلا رضوان لا والله يلا تسلا سي محمد بعدا زربتي علينا سميتينا دي زيكسبير هاد الدومين هو اصلا يلا سورتو ديب ليرنين المهم حنا غادي ندويو في لي ديتاي اوكي نبدا دونك انا الوغ سميتي رضوان لغونسات عندي دكتوراه في الكمبيوتر فيجن كمبيوتر فيجن تقدر تشوفوها كوم دو تريتمون ديماج وانا بلوتو سبيسياليزي في واحد لو تيب ديال ديال لي زيماج اللي هما لي زيما ساتيليت دونك صور الاقمار الصناعيه وحاليا دابا انا خدام كومبوست دوك دونك بوست دوك حتى هي عندها واحد هو واحد لو بوست حتى هو اللي كيكون ابخي دكتوراه وخدام اون فيت مع الكناس اللي هي وكاله الفضاء الفرنسيه والهدف ديال البحث تاعي هو استعمال الماشين ليرنين بور دي بروبليم اون فيت ديال الاقمار الصناعيه ديال ايماج ديال الاقمار الصناعيه دونك سون رونتري دون لي ديتاي بلا ما ندخلو في لي ديتاي بزاف بارك الله لا موفي سي احمد ما عليك فين تهرب دابا بقيتي غير انت واخا بالتاكيد ما قال رضوان خبير شويه صعيبه فهمتي الخبير بلا سمعنا شي واحد يعرف على هادشي غيكع واحد شويه حنا انا في 2013 فاش هاد الديب ليرنينغ واتشي بدا كنت مازال تنلعب بلاي سيمز و وغاتن يلا تنتعلم بايثون وداكشي دونك صعيب باش تسمي راسك خبير ولكن انا بلوس في لاندستري ماشي بحال رضوان ما درتش لا ريشيرش مالوغوزمون خدمت قريت ماشين ليرنينغ في الاول في السويد كنت في كاتاش في ستوكهولم من بعد خدمت مع جوجل في لابليكاسيون سيرش اندرويد لا علاقه بماشين ليرنينغ واحد عام ودابا خدام على لابارتي فواياج في جوجل يعني فاش تقلب على سورتو على لي زوتيل خدام على سيستيم دو ريكومونداسيون دوتيل في جوجل فاش تقلب على دي زوتيل تنحاول نبين لك دي زوتيل اللي انت زعما غيعجبوك وخدمت على دي بروجي شويه ناتشورال لانجويج بروسيسينغ ولا زعما ماشين ليرنينغ عامه خدمت على بليزيور بروجي ولكن لا سبيسياليتي تاعي حاليا هي ريكومندر سيستمز سوبر اسم تبارك الله دونك الحلقه ديال اليوم خا جنتل انتروداكشن ديال على الماشين ليرنينغ و فات بغينا غير بحال نقيسو غير القشره الفوقانيه ديال الماشين ليرنينغ ما غاديش ندخلو ديب ان ديتيلز مي بيان سور الى عندكم شي كيسيون ما كنت بغيت نقول ليزيكسبير خصكم تكون معايا ثاني حمد رضوان سون لا بو ريبوند على كاع لي كيسيون ديالكم مي الى عندكم شي كيسيون نيزيتي با Et bien sûr, partagez au live si vous voulez, maintenant pour mettre en place la NZFC, mais plutôt les live que vous allez partager. Et le premier question, c'est Ahmed. Qu'est-ce que la description de la meetup? Qu'est-ce que la différence entre AI et machine learning? This is maybe wrong, mais qu'est-ce que la différence entre le machine learning et l'AI? عارف راسي غلط. يفليتو بغينا اول سؤال نبداو به هو شنو الفرق ما بين الماشين ليرنينغ والاي اي واش بيناتهم بصح كاين شي فرق ولا وحده سابسيت ديال الاخر
وان فيت راه هادي. راجوتينيت راه ياك ان فيت ماشين ليرنين هو واحد السبسيت ديال الاي اي دونك بور الناس بعدا اللي كيتبعونا الاي اي هو ارتيفيشال انتيليجنس كيفاش نقدروا نترجموها بالعربيه دونك الذكاء الاصطناعي دابا الذكاء الاصطناعي التعريف تاعو شويه فاك شويه واسع بزاف كيجمع بزاف ديال لي تكنيك المهم ماشين ليرنين معروف غادي ندوي عليه في هاد لا ديسكوسيون غادي ندوي عليه مزيان ماشين ليرنين المهم الناس اللي كيتبعوا اللي زعما جامي سمعوا بهذا الشيء ماشين ليرنين اللي هو التعلم الالي واحد لا تكنيك اللي داخله في الاي اي اللي كبير بزاف الاي اي عنده تعاريف كثار المهم باش انا نقول لكم واحد التعريف ديالي وزعما ماشي هو التعريف اللي كاين نمشي لكم دي زيكزومبل ساهلين جو بونس احمد الا بان لك هادشي كنقول ما كاينش قولها ليا Je pense par exemple okay, اي واحد كيريح اي واحد كيريح وكيكودي شي حاجه جو بونس راه كيدير ديجا د الارتيفيشال انتيليجنس حيت كيشد واحد الكود كي وكيخدموا في واحد لا ماشين وهذيك لا ماشين فيها دي كومبوزونط عام صاوبين بحال هكا ولاو كيقداو لك غرض فات كيقداو لك واحد الغرض كنتي باغي انت في الاول دونك ملي كتجي تكودي شي كود وكتلونسي راه كدير لون فات الارتيفيشال انتيليجنس فهمتيني كالكولاتريس راه هي حتى هي دي كومبوزون مصاوبين هكا وكدير لك الحساب كتحسب حتى هي راه تقدر تشوفها كيما سورد ارتيفيشال انتيليجنس دونك فريمون كاين واسع بزاف ارتيفيشال انتيليجنس هو واحد الموضوع واسع بزاف ماشين ليرنين كيتكلف بواحد التكنيك بالضبط اللي فيها اون فيت لا ماشين كتولي تعلم دير كتعلم هاد تعلمت هي عندها ديفينيسيون كتولي تعلم دير لك واحد الحاجه بغيتي ديرها باغ اكزومبل البروبليم لو بلو فاسيل هو بحال دابا الكلاسيفيكاسيون عندك تصور عندنا تصور باغ اكزومبل ديال حنايا بربعه ولا حنا كاملين المهم عندك تصور ديال الوجوه ديالنا ولا ماشين خاصها تعرف تكلاسيفي تشوف التصويره اي تصويره تقول هذا رضوان هذا احمد هذا محمد هذا امين اتسيتا في الاول كنشدو بزاف التصاور ديالنا حنايا بربعه وكنبقاو نقيدوهم هذه التصويره تاع رضوان هذه التصويره تاع احمد هذه التصويره تاع محمد التصويره امين اتسيتا ونجمع واحد لاباز كبيره وابخي كنعطيوها لهاد الخوارزميه الالغوريثم ديال الماشين ليرنين اللي غادي يتعلم منها دونك حتى هاد التعلم هو فيطرا دي مات راه رياضيات هادشي رياضيات و انفورماتيك بيان سور دونك رياضيات و اعلاميات و عاد تعلم كيفاش بدا تفرق بين التصاور دونك دير لا كلاسيفيكاسيون اللي هو التصنيف تعطي لكل تصويره الصنف وفين هادشي غادي يولي انتريسون فين هادشي فريمون غيولي فيه الفايده هو من اللي غادي تجيب انت التصويره اللي عمرها هي ما شافتها الخوارزمي عمرها ما شافتها قبل دونك واحد التصويره ديالي انا خديتها ما كانتش كاع عندها هي قبل وهنا فين اون فيت غادي تقدر الا قدرات تصنفها صحيح هنا في كيولي هادشي انتريسون اون فيت هادشي هو اللي كاين دابا عندكم في السمارت فون ديالكم كاملين فيسبوك باغ اكزومبل ملي كتجي تابلودي انا فيسبوك تاعي نجي نابلودي واحد الصوره ديالي مع احمد وكيجي هو كيقول لي واش هذاك هو احمد كتشوفوا انتم كيجي كيدير ديراكتومون كيقول لك هذاك واش احمد ولا لا زعما تاغي ولا لا دونك هذا هو الماشين ليرنين اون فيت دونك بسهوله فريمون بسهوله اوكي سير استاذ رضوان سير امين بدا بالكيسيون كنت باغي نبدا بالكيسيون الاولى هي علاش نخدم بالامل ماشين ليرنينغ وما نكثرش على لي زيف في الكود تاعي ندوزي الكود مزيان بلي زيف اف ستيتمنتس ونقول له عندي ماشين ليرنينغ علاش ندير ماشين ليرنينغ وماشين نعمر بلي زيف يلا نخلي احمد نوبتو دابا تبارك الله عليك انا نقدر فهمتي معاك كما قلنا دابا رضوان غيعطيكم الوجهه تاع شي واحد شيخشه وانا نعطيكم وجهه تاع شي واحد تيستعمل هادشي باش يدير لاباس وصافي فهمتي باغي غير يدير فلوس ماشي المهم هو فلوس تاع مشكل لا 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 اكاديمي مساكن فهمتي على قد الحال لا ولكن الحقيقه اف كونديشنز مزيان زعما الناس قالت لك اف كونديشنز توكل على الله ودير اف كونديشنز ما كاين حتى مشكل مع اف كونديشنز بزاف الناس يستعملوا ماشين ليرنينغ وديب ليرنينغ وخصهم غاي يديروا شي اف كونديشنز او لي ما عتي كوليكت واحد داتا سيت صغير ويديروا به شي حاجه بازيك دونك ما كاين حتى مشكل ولكن علاش الماشين ليرنينغ عنده منفعه في الاول هو ان هاد الاف كونديشنز عامه
اولا نقول لك انا اون براتيك شنو تيوقع راه كاع هاد لي سيستيم وما نقولش جوجل بالضبط ولكن انا متيقن اي شركه اوبر فيسبوك اي شركه في شي بلاصه تيسحب لك راه فيها ماشين ليرنينغ تلقى راهما غايف كونديشنز. ولكن شنو هو المشكل؟ المشكل هو واحد لانجينيور واحد النهار فاق في الصباح وجا قال حكا اف اكس كبر من 5 غنديروا كذا واف واي صغر من 6 غنديروا كذا ياك فتيت داك الساعه جربها وبان ليه الريزلت ا بو بري كوريكت وقال صافي مزيان. المشكله واحد الوقت غيجيك واحد ليكزامبل ما عمرك ما شفتي وهاد لا ريغل تاعك ما غتخدمش. هذه ديجا اون ريزون هي انه الماشين ليرنينغ غيعطيك اون غارونتي انك انت راك اختاريتي لي فالور هذوك لي فالور اللي حطيتي في اف كونديشن تاعك اختاريتيهم دو مانيغ اوبتيمال زعما كيفا مينيميزي لي زيرور اللي غديروا. هادي ديجا اون شوز حيت دايوغ كاين واحد الموديل في الماشين ليرنينغ سميتو ديسيجن تري اللي هو غا اف كونديشنز اف 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 بليزيور زيف غا هما ليرند اف كونديشنز بلاص ما تكون انت تكتبهم مانيوالمون الالغوريثم غا يتعلم اوكي اف اكس صغر من كذا اي غير كبر من كذا. واحد المشكل اخر هو فاش يولي عندك البروبليم معقد بزاف الا كان عندك بروبليم معقد بزاف تو سامبلومون ما يمكنش لك تحلو باف كونديشنز غيوليو دي ريغل اللي هما لا غير بديهيه كاع بحال ليكزومبل تاع لي زيماج واش غتمشي كل بيكسل وغاتكي غاتكومباري بيكسل مع بيكسل هادشي تيولي فريمون لا بديهي وداك الساعه فاش يوليو دي موديل فيه معقدين كثر وفي داك الساعه ما عندكش الاختيار. ولكن كيف ما قلت راه بزاف الوقت خليك مع اف كونديشنز تاعك ولا ما تعقد الحياه تاعك ولكن فهمتي الله حصلتي اف كونديشنز ما بقاوش خدامين داك الساعه تيولي خصك ماشين ليرنينغ. يلا كول كاين شي اضافه ولا ندوزو للكيسيون؟ متفق 100% اون فات متفق 100 الا خديتها ليكزومبل اللي دوينا عليه قبيله ديال فيس ريكوجنيشن راه هي هادي الا جيتي نبداو نديرو اف لاي واحد فينا حنا بربعه حنا راه نوحلو غنديرو عند هذا الشعار راه كاين كلنا نفس الدار فهمتي شحال الناس نفرقوا انا واحمد ولا انا ومحمد فهمتي سي بور سا جينيرالمون باش كتافيتي هادشي اون فات علاش درنا هاد الماشين لونين اصلا باش واحد البارتي كبيره ديال الترافاي ديال بنادم كنلصقوها سورتو داك الترافاي في التكرفيس كنلصقوه لا ماشين ديرو لينا حنايا ونتهناو منه. بغيت نعطي واحد المثال اخر هو انه زايد وهاد تاع لي سيستم الماشين لونينغ راه كان فيهم اف كونديشنز في شي قناه زعما شي حاجه انسان كتبها بيديه بحال با سبيتش ريكوجنيشن واحد الوقت كانوا ثلاثه ديال لي سيستيم مختلفين كل سيستيم تيدير شي حاجه اللي حنا تنفهموها بحال با واحد السيستيم تيديتيكتي انك برونونسيتي ا واحد تيديتيكتي فهمتي برونونسيتي بي من بعد واحد السيستيم تيربط هادو تيكري بهم كلمات من بعد واحد السيستيم تياناليزي واش هاد الكلمات عندهم تي فهمتي لوجيك ان هاد الكلمه تجي من بعد هاد الكلمه وعاد تيعطيك التكست في الاخر ياك بين سيستم وسيستم كاين دي ريغل كتبوهم الناس احكا الا كانت هادي دير كذا الا كانت هادي دير كذا هادو هما لي سيستم القدام وهاد لي سيستم القدام ما كانوش خدامين مزيان جينا دابا مؤخرا ولا سيستم اند تو اند يعني تتعطيه لو سون تتعطيه لي فيبراسيون بحال هكا تيخرج لك التكست في الاخر وهاد لي سيستم خدامين احسن بزاف من لي سيستم القدام. علاش؟ حيت الانسان انسان فهمتي ما تيبقى ليميتي ما يمكنش تكتب كاع لي ريغل لي ريغل تاعك غيكونوا غالطين ولو انك انت عند راسك راه صحاح بيتيتر شي حاجه انت ما فكرتيش فيها فزايدين زايدين زايدين وتمشيو لهاد اند تو اند ماشين ليرنينغ يعني تتمشي من لي دوني لي بلو بروت اللي عندك حتى لو ريزولطا فينال وتتخلي هاد الموديل تاعك يدير الخدمه كامله. اما كل ايطاب باش انت تبقى مانيوالمون تتحرك شي حوايج اون جينيرال تتكون انيفيكاس. The first bag of questions. عندنا محمد اللي قال لك سي كوا لا ديفيرونس انت ماشين ليرنينغ و داتا ماينينغ اي بي فرح اللي قالت لك سي كوا لا ديفيرونس انت اي و بيغ داتا تري بريف مو يقدروا يجاوبوا. رضوان سير الو داتا ماينينغ اون فات داتا ماينينغ هو بزاف ديال لي تكنيك باش تشد بعدا لي دوني توجدهم اون فات فهمتي دونك داتا ماينينغ ماشي ضروري في ماشين ليرنينغ ولا ارتيفيشال انتيليجنس هو داك هو واحد لا برونش كامله فيها الناس خدامين فيها وكبيره بزاف اللي كتركز على لي دوني هما عندك كيفاش اصلا تجبد منهم شي حاجه اللي غادي تستعمل من بعد تقدر تستعملها فوا دي زالغوين ديال ماشين ليرنينغ ابري مي في بزاف اون فات ديال لي تكنيك هذا هو اون فات الفرق On peut le voir عاوتاني كوم alors data mining كوم واحد الطريقه كيفاش
تاخذ المعلومه المفيده زعما اكستراكت انفورميشن زعما تاخذ المعلومه المفيده من واحد البيل ديال لي دوني عندك بزاف ابري tu peux utiliser des méthodes que اللي بغيتي زعما كاين فريمون ان شون كبير سميتو على داتا ماينين ابري بيغ داتا تاهو واحد بيغ داتا كومون ديال بيغ داتا تري فاست هو كوم نوسيون تري فاست بزاف بيغ داتا هو اي واحد عنده دي دوني كبار راه هادشي بيغ داتا فوالا من السميه راه نروح لحاجه هو ان هاد الناس تيدوزو بزاف الوقت يدوي على هاد السميه اي اي شنو هي اي ميل شنو هي مزيان الواحد مالا وحده يوقف ويفكر مزيان فهاد السميات ومن بعد ابخي ماشي مهم شنو هي بيغ داتا واش هادشي تندير داتا ماينينغ ولا داتا ساينس ولا فهمتي هو داكشي اللي قلنا على ماشين ليرنينغ شنو هي تنظن ماشين ليرنينغ واضح شنو هو صعيب انك تقول هذا واش ماشي ماشين ليرنينغ ولا ماشي ماشين ليرنينغ اون جينيرال تيكون واضح هي عندك دي دوني تتعلم من هاد لي دوني ولا تتعلم لي دوني نتا كاع سانتيتيك ولا شي حاجه ولا الالغوريثم تيتعلم يدير شي حاجه يوتيوب بحال هكا من بعد بيغ داتا داتا ماينينغ داتا ساينس هادو شويه فاك شنو تيعنيو غنقول واحد الحاجه هو ان الناس اللي خدامين في هاد الدومين ماشي ضروري غيديروا ماشين ليرنينغ اون جينيرال في لاندستري تيكون عندك ان بوست بلس موديلينغ زعما غايقولوا لك انت ماشين ليرنينغ انجينير غتستعمل دي الالغوريثم ماشين ليرنينغ وغتستعمل دي دوني وعندك من بعد واحد البوست تسميه بلس داتا انجينير هاد داتا انجينير الخدمه تاعو هو غيبني الانفراستركتور هو مثلا تسمعوا بهادوب ولا سبارك ولا اتش دي اف اس ولا شي لعيبات بحال هكا هادو دي سيستيم باش يخليك تريتي دي دوني كبار وتستوكيهم وتاكسيدي لهم الى اخره فهادو اون جينيرال دو تيب دو بوست ديفيرون في الاندستري يا اما انت غتمشي غتبني لي موديل وغترينيهم وغتيفالويهم الى اخره ولا غتبني الانفراستركتور باش شي واحد اخر يقدر يتريني هاد لي موديل دونك بيغ داتا بلس داتا انجينيرينغ ماشين ليرنينغ بلس ماشين ليرنينغ انجينير داتا ماينينغ هاد السميه ما بقاتش تستعمل بزاف حقيقه هاد داتا ماينينغ ما بقاش نسمع بزاف ولكن مهم زعما تقدر تكون مديرش ماشين ليرنينغ وتقدر تكون تاناليزي دي دوني سامبلومون تتهز دي دوني تدير دي غراف تدير دي داشبورد وتقدر تسمي راسك داتا ساينتست وبصحتك زعما ما كاين حتى مشكل وكما قلت في الاخر هادشي غير سميات سيمانتيك زعما ماشي مهم انه الواحد يكون عنده ديفينيسيون وحده تاع شنو هي داتا ساينتست كول 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 سير كول سير خف في لي كيسيون باسكو ديجا درنا 25 دقيقه دونك كاينين نجمع دوك كيسيون حيت مترابطين شويه اول حاجه هي وين ماشين ليرنينغ ان اي اي واز فيرست انتروديوس يعني فوقاش جات هاد لا نوسيون بلس وعلاش ماشين ليرنينغ والانتيليجنس ارتيفيسيال شدات واحد التراكشن غير هاد الخمس سنين الاخرى يعني علاش بالضبط يعني فوقاش انتروديوس هاد راه شحال تقريبا جوبز على الكيسيون مي المهم نخليكم علاش يعني بدات تخلع فاير ارتس وداك الشيء اون فيت عطا الله ميت قال حتى هاد لي دو كيسيون غادي نديو فيها نص ساعه الخلاصه هي لا دوزيام كيسيون هي لي بلوز انتريسونت حيت لا بغينا نجاوبو كيفاش بدا هادشي من الاول راه قديم بزاف راه راجع للثلاثينات جو بونس للاربعينات مع دي طرافو ديال الان تورين الناس اللي تفرجوا دي ايميتيشن جيم راه يقدر يكون عندهم شي ايد على الان تورين واخا قصته راه كبر من الفيلم ما علينا ديما الافلام قصه اخرى ما علينا علاش بان في هاد لي 5 ديرني زاني وهما بحال دابا كما قال احمد بدا هو في 2013 انا بديت في 2013 فاش بديت كنشوف هادشي حيت كنا سمعنا بواحد لا ريفولوسيون فاش سمعنا بواحد لا ريفولوسيون طاريه في الدومين ديال تريتمون ديماج تريتمون سينيال ريفولوسيون دارها واحد ماشي على الماشين ليرنين مي واحد لو تيب ديال لي زالغوريثم تاع ماشين ليرنين سميتو لو ديب ليرنين غادي نجيو ليه من بعد دونك الماشين ليرنين راه كان من شحال هادي ماشي يلا هادي 50 تاع البان ماشين ليرنين قديم عنده ايستوار طويله وكان اون فيت ا شاك فوا كيتعطاو الفلوس وكيعولوا عليه الناس وكانوا كيطراو دي شوت ديال لي فينونسمون الناس كيخليو داك كيقولوا هادشي ما يصدقش شي ديال غادي تخرج لينا شي ماشين بدا تفكر ودير وتصاوب لك كاع داكشي كيدير بنادم وكينساو واحد ثاني كيجي شي شيرشر كيخرج شي البوم جديد كيعاود عاوتاني يرجع كلشي يفكر يقول ها هو عاوتاني غادي يجي وغادي يصاوبوا لنا لا ماشين عاد تفكر ودير كلشي وتقضي كلشي بون هادو كيتسموا اللي بغى يزيد يقلب على لي ديتا راه كيتسموا اي اي وينتر بحال تقول المهم فصل الشتاء ديال الاي اي زعما الناس كينساو شويه داك الدومين ما كيبقى حتى واحد يتسوق ليه بزاف
نوطرا اون فات في لي دانيير زاني بالضبط. جو بونس راه 2012، جو بونس زعما الحدث الاهم كان في 2012، كل واحد اش كيقول، مي اغلبيه الناس كندوي معاهم كيقولك واحد الحدث بالضبط 2012 هو اللي فريمون حرك بزاف الحاجات. كانت واحد لا كومبيتيسيون كتسمى ايماجينات. ايماجينات اشنو هي؟ عندك بزاف ديال التصاور، هي المهم كومون سا سباس بعد الداتا، ديجا عند داتا تشالنج، هو انا عندي بزاف ديال التصاور، ديال بزاف ديال الكلاس، حيوانات، مش كلب، شجره، مهم بزاف ديال الكلاس، وانا شديتهم ونوطيتهم كل تصويره، قلت لك هذه راه كلب، هذه راه مش، هذه راه كاس اتاي، هذه اتسيتيرا، وكنحطها في الانترنت. هاد لاباز دو دوني كامله المهم كتسمى ايماجينات، داروها ناس اخرين، حطوها في الانترنت وقالوا يلا توكلوا على الله، كل واحد يجبد شي الغوريثم ويلقى ليا، فهمتي، ويلقى ليا فات لي كلاس تاع واحد الجروب دو تيست، دي زيماج كتستي عليهم، لقى لي لي كلاس تاعهم ولا صدقوا لك عطلع في كلاسمون، بحال شي كاغل الا كتسمعوا كاغل كتقول لي كلاسمون، كل واحد كيمشي كيجرب الالغوريثم تاعو اتسيتيرا وكيبداو يتكلاسو. كانوا لي زالغوريثم القدام، ملي كنقول قدام يعني قبل هاد الشيء كيتسمى ديب ليرنين، المهم بلا ما ندخل في لي ديتاي بزاف، قبل كانوا كيوصلوا لدي زيرو ديال 25% جوبونس، يعني اربعة كانوا تقريبا غالطين. جاو واحد دي شيرشور في 2012 هما لقاو واحد الطريقه كتسمى كونفوليوشن نورال نتورك، المهم قدروا يترينيوها مزيان، دونك يديروا هادشي د لونترينمون، كيعطيو دي زيماج، كيبداو كتعلم الخوارزميه، وبحال تقول داروا واحد نقيزه على الناس، فاتوهم بحال تقول شي حاجه كبيره، داكشي ديال هشام القروش، فهمتي، جاو من اللور هما يديروا لق هما يطلعوا، وكانت من 25% جوبون حتى 16%، يعني واحد راه كاين واحد النقيزه كبيره من 25% حتى 16%. قبل كانوا الناس كينقزوها بواحد جوج ثلاثه بحال هكا، تماك فين الناس بداو كيرجعوا عاوتاني قالوا شنو هاد الميثود هادي، مشاو كيقلبوا على لقاو هادشي راه كان قديم وبدا عاوتاني كيحيه من جديد، ودابا ولا كلشي كيستعمل هادشي. دابا فهاد ايماجينات الناس راه وصلوا لدي زيرو ديال 5%، بقاو الناس كيتكاو على لو ميم دومين. دونك هاد ديب ليرنين، هذا ديب ليرنين عاوتاني باش نذكر الناس كيتبعونا، ديب ليرنين راه حتى هو راه سو بارتي ديال الماشين ليرنين. هاد الماشين ليرنين فيه بزاف لي ميثود، ما كاينش على ديب ليرنين. فوالا دونك هادي هي اللي فريمون حركات الناس، انا هادي اللي عارف فريمون حركات الناس، وتا انا منهم. كنت في لاتيز تاع وسط لاتيز كندير واحد الدومين اخر اون فيت، وشفت كلشي كيدوي على هادشي فوالا، وانا ما شفتو تم بعد، هو 2012 هادشي طرا، مي انا شفتو تم بعد عاد بدا كيوصل فريمون، كيعطي بدا فريمون كيوصل بارتو. حاجه واحده نزيد، هو انه كاين شي ناس تيقولوا انه هاد لي ديفلوبمون شي ايماجينيت واش حيت دي زالغوريثم جداد اللي تزادوا، ولكن عاوتاني في الاخر تيبقى الاكثريه هاد الشيء على انه عندنا كومبيوتيشن، زعما عندنا لا كاباسيتي د كالكول تزادت بزاف مؤخرا، منها انه ولينا تنستعملوا الجي بي يو باش نديروا هاد لي كالكول، وقبل كنا تنستعملوا غير السي بي يو، وهاد الشيء خلانا اننا نتعلموا. ثانكس تو جيمرز جيمرز، تبارك الله عليكم انفيديا وبيتكوين ماينرز تاعهم. هذه حاجه مهم، ماشي بزاف الناس عارفين هذه القضيه، انه دابا الا مشيتي تشري شي كارت جرافيك تلقاها غاليه بزاف، ومن المهم بصح كاين هذاك الشيء البيتكوين، ولكن الماشين ليرنينغ ما عارفينش بزاف الناس انه راه تيستعمل الجي بي يو اللي تستعملو انت باش تلعب لي جو فيديو. يعني علاش؟ لانه هذاك الجي بي يو اللي تيستعمل في لي جو فيديو تيقدر يدير بزاف لي كالكول اون باراليل، ماشي بحال السي بي يو اللي تيكون عنده واحد لو نومبر دو كور ليميتي، هذاك الجي بي يو تيقدر تيدير دي كالكول ماتيماتيك بزاف على سي بي يو، وعامه تيخلي هادشي تيكون زرب كلشي. داكشي مع كما قلنا الديب ليرنينغ والشي راه فاش تجي تشوفو تلقى دي ماتريس ودي ملتيبليكاسيون، فهمتي، دي زوبيراسيون ماتيماتيك سامبل بزاف. انا غير بغيت رضوان مونسيونا غير واحد البارونتيز غنحل دغيا، رضوان مونسيونا كاغل دات كام و ايماجينات اللي هما الناس اللي مهتمين بالدومين وبغاو يبداو فيه ولا يكملوا فيه ويتعلموا فيه مزيان. اون فيت كيكونوا دي كومبيتيسيون تما الداتا سيت واجده خصك دير واحد التشالنج ولا شي، دونك السيتات زوينين تدخل ليه، حاول الا كنتي باغي تبدا فريمون باغي تعرف شنو هو، باغي تهرس راسك في الدومين وتفهمو مزيان، سورتو الداتا ساينس والماشين ليرنينغ والاي اي، دونك هادوك هما لي سيت اللي خصك تبدا بهم وتشوف لي كومبيتيسيون. كاينين ديجا الناس اللي سابميتو سوليوشن ديالهم وتمن تما تما غادا تعلم. دونك غنسد القوس ديالي، الكلمه لك الاخ امين.
اوكي دونك متفق معكم بجوج فريمون هذيك هذيك الشيء هو اللي خلى باش الاي اي تكمل ثانكس وبغيت نزيد واحد البوان باك بروبوغيشن لي بوان اللي دفعوا مزيان هيمتون دونك باك بروبوغيشن هو اللي دفع فريمون حتى هي بوان دو بلوس واللي احياها من جديد اون فات احيا كاع اللي عزلنا عن من جديد دونك الكيستيون سويفونت غادي تكون على شنو هما موست افكتد اندستريز يعني بالاي اي يعني فين كتلقى اليوز تاع الاي اي والماشين ليرنينغ في لي اندستري بزاف يلا احمد انا واخا نقولك واحد الحاجه بعدا اولا كاين فرق كبير بين شنو تلقى في لا ريشيرش وشنو تلقى في الاندستري مثلا انا اول حاجه كنت خدام عليها كنت نستعمل واحد الالغوريثم ما يكون من السبعينات واش ما عرفتش شكون كان خدام عليه داك الساعه زعما تستعمل دي تكنولوجي قدام ما حدهم تيخدموا سي با امبورطون واش قديمه ولا جديده واش ديب ليرنينغ واش كذا هذا واحد الفرق كبير فين تستعمل ماشين ليرنينغ في الاندستري زعما تقريبا صعيب تلقى شي اندستري اللي ما تقدرش تستعمل ماشين ليرنينغ وباش تفهم علاش خص ترجع لا باز هذيك لا ديفينيسيون اللي عطانا الماشين ليرنينغ شنو هي ماشين ليرنينغ عندك واحد شي انبوت تيدخل وعندك واحد الاوتبوت وتتحاول اون غرو تلقى شنو هو هذا البروسيسوس اللي غيعطيك هذا الاوتبوت اللي بغيتي انت فهذا الانبوت يقدر يكون صغيره يقدر يكون تكست يقدر يكون ارقام دي كونتيتي وزن تاع شخص شي حاجه بحال هكا اي انبوت تقدر تفكر فيه كارقام يمكن تدخله الاوتبوت شنو يقدر يكون يقدر يكون كلاسيفيكاسيون اون غرو تحط شي لعيبات في بواطات تقول هذا كلب هذا مش هذاك دابا هذا اكزامبل بيت في الاندستري شنو غدير مثلا نقولوا لو سي بي معنا عارف انا لو سي بي حاليا تيخدموا بزاف على ماشين ليرنينغ مثلا لو سي بي يقدروا يقولوا احكا هاد لونغري هاد الارض هي خاص تكون خصبه هاد الارض ما غتكونش هاد الارض خاص نستعملوا هاد لونغري هاد الارض خاص نستعملوا هاد لونغري هذا اكزامبل يقدروا يديروا مثلا انت عندك سيت دو اي كوميرس فاش غتستعمل ماشين ليرنينغ تقدر دير هادشي اللي تندير انا هنا جوجل هو سيستم دو ريكومونداسيون مثلا كل شخص هو تيبغي حوايج في شكل ياك دابا انا نقدر نكون تنبغي لي زوتيل رخاص حيت انا سقران واحد اخر غيبغي دي زوتيل دو لوكس واحد غيبغي اوتيل لوك دا كيفاش غنعرفوك انت اين اوتيل بغيتي غناخذو كاع لي زانفورماسيون اللي عندنا عليك انت قلبتي على هاد لوتيل قبل انت قلبتي على هاد لوتيل قبل انت بوكيتي هاد لوتيل قبل وغناخذو كاع هاد لي دوني على دي 50 مليون ديتيزاتور وغنترينيو واحد الموديل اللي عطيتيه شنو انت درتي في لو باسي غي بريدي شنو غادير في لو فيتور معلوم لا بريديكسيون ما غاتكونش 100% صحيح ولكن الهدف هو انه نوريولك شي حوايج اللي انت عندك اون بروبابيلتي على انك تبوكيهم دوت ابليكاسيون في لاندستري مثلا كلشي هذاك الشيء اللي هو سيكوريتي و ابيوز الى اخره مثلا باغي ديتيكتي انه واحد ليوتيليزاتور هو ماشي كيش نقول لك سبام مثلا ان يوتيزاتور سبام ولا ان يوتيزاتور هو دار انتروزيون في السيستم تاعك بيتيتر تو فا اناليزي هذاك لي زانتيراكسيون اللي عنده مع السيستم تاعك وغتلقى ان الكونفورتمون تاعو في شكل وهنا تنرجعوا لهذاك السؤال تاع اف امتى تدير اف كونديشن امتى تدير هذا اكزومبل تيبيك تاع قبل كان عندك واحد السيستم غتقول الا شي واحد تيكتب 5000 كلمه في ثانيه واحده راه في شكل هادشي راه ماشي انسان دونك غالبا روبو دابا على بلاص غتحط واحد الموديل ماشين ليرنينغ تري سامبل وغيدير هاد الخدمه في بلاصتك يعني او فينال اي سيستم اللي انت تاخذ دي دوني اون اونتري وتتحاول دير شي ريزولطا اون سورتي هادو فاسيلمون كليكس ابليكي ماشين ليرنينغ وحتى دي تروك بلو كومبليكي بحال لا جينيراسيون ديماج يعني شي حاجه ارتستيك شويه كرياتيف حتى هادشي راه زايدو تيبان لينا انه نقدروا نستعملوا فيه ماشين ليرنينغ مثلا كاين ناس تيصايبوا دي طابلو بماشين ليرنينغ تيصايبوا موسيقى بماشين ليرنينغ ولكن هادشي تيبقى شويه اكسبيريمونطال هادشي ما غتلقاش في الاندستري حاليا احمد واحد لا كيسيون من عند ادم لولي قال لك ريكومنديشن سيستم اللي خدام عليه واش كونتنت بيزد او كولابوريتيف فيلترين بارك الله عليك وعلاش بارك الله عليك هذا خدام على كولابوريتيف فيلترين باش نشرح دغيا كونتنت بيزد هي تتشوف انت لي زانفورماسيون اللي عندك على هاد لي اللعيبات اللي بغيتي تريكومونديهم للناس مثلا غنعطيك مثال انت غتمشي عند ساكا ولا شي لعيبه تيبيع شي واحد سراول ياك شافك انت لابس سروال زرق غيقول انا عندي سروال اخر زرق دونك انت غيعجبك السروال الزرق صافي حيت عندهم ان تروك اون كومون انت لابس جين
هذا عندي جين وطويل وانت واحد طويل انا عطاك هذا ياك هذه كونتنت بيست. كولابوراتيف فولترينغ ماشي بحال هكا. كولابوراتيف فولترينغ غيشوفك لابس جين لابس قميجه لابس كذا غيقول اه انت النوع ديال الكليان اللي عاده تيعجبهم هاد الايتم الاخر. انت في الشكل تاعك باين عليك بحال سي محمد اللي سي محمد تيلبس بحالك وسي محمد تيعجبو هاد التريكو دونك غنعطيك انت التريكو. دونك هذا هو الفرق بين كولابوراتيف فولترينغ وكونتنت بيست. والاكثريه ديال الوقت في هذا ريكومندر سيستم كولابوراتيف فولترينغ تخدم احسن فور بليزيور ريزون حيت ماشي بيزي حيت ماشي حيت جوج جينات عندهم نفس اللون ضروري انهم كيف كيف. من واحد الناحيه اخرى حيت تيكون عندك بزاف لي دوني في كولابوراتيف فولترينغ تتاناليزي اون جينيرال الناس شنو هما لي تروك اللي عندهم اون كومون شنو تيعجبهم وتتعطيك دي ان ميور ريزولت اون جينيرال. Donc, next question est la question de singularity. Alors, déjà, la singularity, alors, qu'est-ce que je vais définir la singularity, je pense, la définition d'elle est que les adéquats sont des machines, les adéquats sont tellement. واعرين تالمون تعلموا بزاف تالمون شبعوا دي دوني وصافي هما غادي يوليو كاع لي بروغرا ديال الهيومانيتي من بعد غادي يوليو هما اللي كيديروهم ماشي بنادم غيوليو بحال دابا هما جوبون جو سي با هما بحال دابا بداو يصاوبوا روسهم ويقادوا شغالاتهم روسهم هما يمشيو يديروا دي طاش اللي كان كيديرهم بنادم عاد يديروا كاع داكشي اللي كاين المهم صافي غادي يولي الانسان يحس براسو راه ما بقى فيه تفايده ولا غادي يبقى عايش جينيري ليهم لي دوني باش هما يتعلموا غيبقى الانسان خدام ما كيجينيري ليهم اي ولي انوليو عبيد وصافي ما عرفت انا عندي هاد لافيو هادي بيسيميست شويه دونك جو سي با انت غادي تكون تو جو بونس با كلشي حد عارف كاين بزاف الناس كيبقاو كيديروا توقعات كاين اللي كتصدق ليه كاين اللي بان ليها كيتوقعها باش نهار طرا يقولوا اه داك فلان راه توقعها فهمتي انا ما كنشوفش دي جون اللي دايرين دي زيتود بالضبط كيقول لك ها انت غادي تطر بالضبط واصلا واش عطرا ولا ما عطراش اصلا فوس بوزي هاد لا كيسيون بعدا واش اصلا عطرا ولا ما عطراش حنا ديجا مع لي سيستيم اللي عندنا دابا راه كلشي كيبان لكم زوين وكاين الناس اللي كتلقوها بزاف خاص تحضروا معاهم راه كاين الناس اللي كيشدوا ديك ارتيفيشال انتيليجنس كيبقاو يتلقوا سلوكيات كما كنقولوا راه اون فات كاين دي ليميتاسيون ديال لي سيستيم ديال لابرونتيساج هادو ديال الماشين لورنين دفعوا عندهم دي ليميتاسيون مؤخرا المهم كاينين شي وحدين من مؤخرا كاين شنو كنسميو adversarial examples كيفاش هذا نترجمو هذه بالعربيه تخاصميه ما علينا شنو هو كيشدو بحال دابا واحد ليماج بحال نخلي حيت انا اون في سبيسيال تخاف مون ديماج ديما هادشي علاش كنجبد لي زيكزامبل ديال ليماج دونك بحال دابا ليماج ديال محمد نورمالمون واحد السيستم اللي ترينا مزيان يعني مترينين مزيان على لي دوني اللي عطيتو في الاول راه كيعرف محمد نعطي واحد السؤال محمد جديده راه غادي كلاسيفيها ليا غادي يقول لي هذا هو محمد كاين دي شيرشور اون فيت مؤخرا هادشي ما قديمش بزاف لقاو دا ميثود باش يزيدوا واحد شويه ديال ديستورشن ولا شويه البغوي المهم كيخسروا شويه ليماج المهم بنادم كيشوفه كيقول هذا محمد ما هذيك لا ماشين كدوز عليها كتقول كي هذا رضوان هذا واشي سي دونجرو هادشي الا كان شي سيستم ديال سيكوريتي بحال دابا الدار ديال محمد خاصو يوقف بحال هكا يشوف الكاميرا عاد يدخل نجي انا ندير شي حاجه ما عاد نخسر شويه يقول هذا رضوان فهمتي انا بوجهي انا نخسر شي حاجه ما عرفت مهم تقدر تهاكي دا سيستم فاسيلمون هادشي علاش كيتسائلوا بزاف الناس على لي سيستم ديال فيس اي دي ديال ايفون ديال ايتترا كاين بزاف لي زيكزامبل اي حاجه نورمالمون اللي فيها دي معلومات بيومتريه راه شويه ريسكي اون فيت بقى معول عليها داكشي ديال لومبران داكشي التصاور شويه ريسكي واخا كاين القاعده تاع اي سيستم راه اصلا ريسكي اي سيستم كيما كان المهم جوست بور دي انا هاد سينغولاريتي مزيان واحد يفكر فيها مي بور لانستون سا ريست على شويه دي ناس كي فيلوزوفيك اون كيسيون فيلوزوفيك انا كيبان بور لانستون غير كيسيون فيلوزوفيك تكنيكمون ما شفتش بوتيت كاين بوتيت حمد عنده دي زيد اخرين انا ما شفت جون اللي كيقول لك بالضبط بحال انا نقول واحد الحاجه كاع بلو راديكال هذا الشيء انت تزيد كمل لا 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 حنا مغاربه وفي المغرب خاص
نديوها في الصح، خاص نديوها في لا تكنيك، خاص نتعلموا كيفاش خدام ماشين لورنينغ تكنيكمون، خاص نتعلموا لا بارتي ماتيماتيك، خاص نتعلموا كمبيوتر ساينس، خاص نتعلموا كذا. هاد النقاشات حتى على سينغولاريتي وفلسفه وهذا الشيء خاص نخليهم شويه بعاد. حنا عندنا واحد النقص كبير من لا بارتي تكنيك، دونك انا تنصح الناس اللي تجيهم هاد الشيء انتريسون مفيد يحاولوا فريمون يحاولوا يفهموا تكنيكمون واحد شويه او مون كيفاش خدام. يا المهم نقدروا الا بقى لينا واحد 5 مينوت ندوي على كيفاش نوريو هذا الشيء، يبعدوا شويه على هاد النقاشات الخاويه تاع سينغولاريتي الخاويه مع لابوات الى اخره. حيت المهم هاد الشيء ماشي 100% خاوي ومعلومه هاد الشيء مهم بزاف. لا لا انا معاك، انا ما تجرأتش نقول انت ما يقل لا 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 قلت لك انا نكون راديكال خاصه المغرب. انا فهمتكم كان تيدوي معي واحد امريكاني نقول اوكي ضروري خاص شي شيرشور امريكان يخدموا على هاد لي سوجي، وكاينين اللي يخدموا على هاد لي سوجي. المغرب ما عندناش الوقت، اسمح لي نقول لك ما عندناش الوقت نديو في هذا الشيء. وسمح لي حيت دابا واحد الدري صاحبي دايوغ محمد راه لي كومونتير يمكن مسدودين في اللايف، حيت شي واحد سولني كيسون ديريكتومون. المهم انا نقول لك واحد السؤال تسولني ديريكتومون من سي انا الصدراتي على هذا السوجي، قال لي انتم دويتوا على لا تكنيك كذا ولكن ما دويتوش على لامباكت سوسيال تاع اي اي وهذا الشيء. ولو انني دابا عاد قلت لا المغاربه خصهم يديو في لا تكنيك كذا، ولكن ولو داك الشيء السؤال تيبقى مهم. وتنظن السؤال بالضبط اللي قال هو، وهذه واحد البروبليماتيك كبيره، هي ان الا جيتي تفكر في هذا الشيء اللي قلت انا على لاندستري تيجيك ان كاع الناس اللي تيديروا ماشين ليرنينغ وكاع الناس اللي عندهم لي دوني بالضبط هما شركات كبار، وانسان زعما ماشي في شركه كبيره غا فهمتي غادي يستعمل هاد لي برودوي ما عنده اوكان امباكت، يعني غا يسوفي فهمتي. انت هي تتمشي تتكونكت في فيسبوك تتعطيهم لي دوني وهما تيديروا بهم اللي بغاو، ولكن ماشي انت تيخلصك شي واحد حيت عطيتهم لي دوني ولا تتحكم فيهم كيما بغيتي. وهادو بصح مشاكل كبار، وكاين دي سوليسيون تكنيك بزاف لهاد البروبليم. زعما مثلا جوجل خدامين على واحد اللعبه سميتها نسيت ديستريبيوتد ليرنينغ ولا تسمى المهم كاين واحد الطريقه باش انت تتريني ان موديل بلا ما تصيفط لي دوني، تصيفط غير هذاك الجريدينت ابديت اون غو، تدير ميزاجور للموديل بلا ما تصيفط لي دوني بغيت. بحال دابا هما بغاو يترينو واحد الموديل تي ديتيكتي الكلاب، انت غتاخد تصويره وغتقول هذا كلب، تاخد تصويره هذا ماشي كلب، وغتصيفط ليهم غير واحد الجريدينت ابديت واحد الميزاجور تاع الموديل، وهما ما غايشوفوش التصاور ديال الكلاب اللي خدتي انت. دونك هادو كاينين دي ميثود بحال هكا كي سون طران دي ديفلوبي كي بروتيج لا في بريفي، وفي نفس الوقت تيخليو ان يمكن لك دير ماشين ليرنينغ في نفس الوقت. وشنو اخر سولني سي انس؟ المهم دي تروك بحال هكا راه كاينين، ولكن كما قلت قبل خاصنا كمغاربه شويه نتكونسونطرا على التكنيك، بعدا نبنيو واحد لاباس تكنيك قبل ما ندويو على شي حاجه فيلوزوفيك. حيت اوترومون شنو تيوقع؟ تيوقع بحال هذاك البلان تاع صوفيا، هذاك اللوبو اللي سميتو صوفيا، كانوا تيقولوا لينا سبحان الله صوفيا اخذت الجنسيه السعوديه وعندها سيلف كونشنس وعندها ذكاء وبديهه وكذا، وهذاك غير واحد اللوبو مسجلين ليه شي كلمات يعاودهم وتتفلوا على عباد الله. وهذا الشيء واضح لاي واحد خدام في الدومين، واضح ان هذاك الشيء ماشي حيت حنا عارفين ان الاي اي ما وصلناش كاع لشي درجه تاع كونشنس عاد هذوك الناس اللي خدامين على البروجي. المهم زعما هذا الشيء اللي غيوقع غنولي اي واحد يجي يتفلى علينا. فاولا خاص نبني واحد لاباس تكنيك شو انفورماتيك بعدا بروغراماسيون شويه، ومن بعد ستاتستيك ماشين ليرنينغ، وعطى الله ليكم. الا بغيتو ندوزو لهذا السوجي نيت مع تنظن هذا بوين مهم في هذا يا يا جو هيد. بغيت غير سي انس، سي انس اللي قال لك الكومنت الجروب راه اوفر لي كومونتير طالعين، مي جو كوا اي لي با بون سي اون ريستريكسيون ديال فيسبوك وماشي ديالي، دونك خصك واقيلا تجوين الجروب عاد تقدر تكومونتي. دونك سوري فور ذات، مي اون فوا حيت لي كومونتير طالعين وعندي بزاف ديال الكومونتير. ايوب بن علي قال لك فور احمد هاو كان يو ريكومند كونتنت فور نيوز for new users based on CF without using tracking. هذا شي واحد داخل في الدومين باغي يسوق دقيقه بزاف ماشي مشكل. هاد اللعيبه اللي قالت تسمى cold start problem، يعني انت ترينيت الموديل تاعك باش يغوكوموندي دي زايتم على حسب دي دوني عندك في لو باس ياك، ولكن تيجيك واحد الايتم جديد مثلا مول الحانوت، نرجع لهذاك ليكزامبل مول شي واحد في قيصريه جاهد جين جديد ياك، ما عمره ما شاف شي واحد شرا داك الجين، اول مره غيشوف هذاك الجين، دونك كيفاش يقدر يريكومونديه لشي واحد اخر؟ حيت لا ما ريكومونديه حتى واحد، ما عمر ما شي واحد غيشري. دونك داك الساعه شنو خصك دير؟ كاين بليزيوغ تكنيك. عامه شنو غدير؟ غتحاول تلقى دي زايتم اللي انت تظن انهم سيميلير لهذا، وديك الساعه ما عندكش لو شوا، ما يمكنش دير كولابوراتيف فلترينغ، غتستعمل لي دوني اللي عندك على الايتم. مثلا هذا الجين وهذا زرق
وطويل وكذا وكذا وكذا، غتقلب على دي جين زورق طوال وغتستعمل لي دوني ديال هادوك لي زايتم باش تريكوموندي هذا. دونك غتعتبر هذا غيكون قريب لهادوك. بلا ما ندخل في لي ديتاي، الا بغى هاد السيد يسولني بعد لي ديتاي يقدر يصيفط لي ميساج فيسبوك، ولكن اون غو كاين بليزيور تكنيك باش تستعمل لي دوني. بيرفكت. اخر واحد عبد الرحيم واقي، كاين شيرشور قال كاين شيرشور ماكو خدام شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش شنو بحال هكا، واقيلا باش كنا كندويو على شي حاجه في بي اف ال سميتو محمد المهدي جو كوا. اي دايور وي دونك جو بروفيت باش نشكر بزاف عبد الرحيم واقي، حيت بلا به ما كتكون هاد الديكس بلا بلا دابا، حيت درت بوست في تويتر لشي ناس كيعرف شي واش مغاربه بو في هاد لا سيسيون هادي، ايه هو اللي طاقة احمد رضوان. دونك شكرا بزاف اخ عبد الرحيم، بلا بك ما كنتش نشوف هاد الحلقه. ايش بيان سور شكرا للسي احمد ورضوان. دونك لي كيسيون اللي باقيين احمد قلتي ندوز لواحد السوجي، دونك تقدر تدوز ليه دابا نيشا. يمكن رضوان معنا دويت بزاف، دوي شويه على زعما شنو تقترح الناس يبداو بهم الا بغاو زعما يدخلوا في هاد الدومين نيت تكنيك ممكن شنو خصني نتعلم. وي حيت عندنا بزاف اون فيت كنت كن نقص بزاف ديال لي كيسيون ديال وي مي كيفاش نبداو، كاينين واحد 3 ولا 4 ولا 5 ديال لي كيسيون. لا دابا غندوي على هادشي، ما تخافش مزيان مزيان. دابا ندخلوا فريمون في البراتيك باش حتى الناس اللي كملوا معنا ديجا حتى لهاد النقطه هادي ياخذوا واحد ريوارد. باش نبدا في الدومين، كاين بزاف ديال كاين ديجا كتصادبون بعدا منك نتايا شنو هما الباك جراوند ديالك، زعما شنو قارن تا قبل اش بالنيفو نتا فيه، فهمتي؟ واحد اللي بادي هو كان في دكتوره ماشي هو واحد اللي بغى يبدا هو مازال في الكوليج، ولا واحد بغى يبدا هو مازال في الثانوي. المهم جوج ديال واحد الحاجه، الماشين ليرنينغ تقدر تبدا من الثانوي، يعني بعدا كيبان لي ديزيكزومبل في امريكان، واخا بيان سي ما خاصش تبداو قارنوا التعليم في امريكان والتعليم في المغرب باش نكونوا شويه واقعيين. مي جوبونس حتى في المغرب وانا متاكد وشايف دي زيكزامبل الدراري ديال الثانوي كيكونوا معلمين في الانفورماتيك، ما كيكونوش كاع قراها في المدرسه، كاع كيمشي كيقراها لراسو. هادو كنشجعهم بزاف، الا كان شي واحد كيتصنط والله الا كنشجعهم بزاف، حيت هادشي شحال ما بديتي بكري شحال ما احسن. دونك اشنو خاصك المات ولا الانفورماتيك اون جينيرال؟ اش اللي خاصك؟ فهاد عندك شويه المات، عندك الانفورماتيك. المات خاصك الا بغيتي تكون فريمون مزيان خاص تكون عندك مع الاناليز البروبا لاجيبر حتى هي، ولكن جينيرالمون الا كنتي كتكودي معليش تحتاج بزاف لاجيبر. المهم كلشي مزيان في المات، مزيان تكون عارف كلشي. وفي الانفورماتيك سا سرا بيان تكون عارف بيتون حيت هو اللي يسهل دابا، تقدر تكون عارف دوتر لونغاج، ولكن بيتون دابا هو اللي مسهل كلشي. براتيكمون انت بحال دابا يلا بغيتي تبدا شنو خاصك دير؟ اولا انا كنصح لاباز تاعك ماتيماتيك تكون مزيانه، حيت تقدر تكون انت مزيان في لافو والمات ديالك شويه ناقص، وتقدر اون فيت تخرج دي زالغوريثم. لي زالغوريثم واجدين، تقدر تكليكي داكشي توجدو تكودي داكشي زوين، ولكن الا ما كنتيش فريمون كتفهم شويه دوك القوالب اللي كاينين زعما ماتيماتيك مو، تقدر تغلط شي اغلاط اللي يعني ما كيداروش. دونك مزيان واحد يكون شويه عنده نيفو مزيان، نيفو مزيان اش كنقول هو نيفو جوبونس ليسونس مات راه مزيان، واحد مشى بخيبا ولا ليسونس مات راه مزيان. الا كنتي انت مازال في الثانوي سي با غراف، قرا دي تروك انيسيال زعما اليمونتير. لو كور المزيان اللي كنصح بيه ديما الناس راه معروف ومشهور جدا هو الكور ديال كورسيرا ديال اندرو انجي، مشهور بزاف. هذا في واحد البوان نيجاتيف شويه هو انه مكتوب ماتلاب زعما واحد لونغاج بروغراماسيون اخر ماتلاب، هو ماتلاب ساهل ماشي نيجاتيف هادشي. هو بيتون هو اللي دابا ولا بوبولار زعما ماتلاب شويه ولا ديباسي، ولكن كاع الا ما بغيتيش تقيس ماتلاب شوف بعدا داك الكور ديالو. علاش؟ حيت الكور ديالو اون فيت كيمشي هو بشويه كيشرح فريمون لي ديتاي بشويه، ماشي كنقول شي واحد فريمون اللي ما عندوش بزاف ديال الباك جراوند يقدر يتبع معاه، كيشرح داكشي اليمونتير نقطه بنقطه. دونك سا فابيان تبداو بهذا الكور هذا، كاين في كورسيرا كورسيرا.org اللي هو سيت مشهور ديال اي واحد كيبغي يتبع فيه داك الكور. جو بونس ما تحتاجش تخلص الا كنتي اتيديون، تقدر تطلب واحد هادشي الا كنتي باغي سيرتيفيكاسيون في الاخر تقدر تطلب واحد المساعده زعما ماليه الا كنتي مازال اتيديون. سينون شنو اخر الناس اللي باغي يمشيو افونسي؟ دونك هذا كور ديال الماشين ليرنين، ماشين ليرنين قيدوا فراسكم، هذا كور ديال الماشين ليرنين. اللي بغى يمشي يدخل في لي ديتاي بزاف ويشوف بحال دابا يخدم بهاد لي تكنيك اللي ولاو دابا فريمون هما اللي دايرين لا ريفولوسيون داكشي كيتسمى ديب ليرنين، كاين انكور واحد لو كور في كورسيرا نيت ديال لو ميم لا ميم بيرسون اندو انجي سميتها سبيسياليزاسيون ديب ليرنين، مخيره بزاف حتى هي.
مي جو بونس هي خاص تخلص سوف لا كانوا دي ما يكونوا غالبا دي جون شدوا الفيديوهات وحطهم في يوتيوب ولا شي حاجه. المهم مهم واحد الحاجه ما تقول ميساج فاز فاز رضوان هذه تاع اندرو انك الاخرى اللي قلتي واش هي ديب ليرنينغ فور اي اي ولا شي حاجه سبيشاليزيشن ديب ليرنينغ فيها شي ستيب ديال هادي اوكي حيت كاين هذا اندرو انك دار واحد لي كور جداد تاع هما على ماشي ودارهم في السيت تاعو هذا المره ماشي في كورسيرا وهذوك وراو انهم خصك تخلص كاينين في يوتيوب عارفهم انهم كاينين في يوتيوب اوكي اوكي حتى الفرنش بونس كاينين في يوتيوب كاينين في يوتيوب. المهم ميساج اللي عندي ميساج هو انه كل شيء اون فاتح داك ما كاينه زعما شي سبه كل شيء عندك كل شيء عندك تمشي بشويه بشويه ما نزربش على راسك كاين دي زيكزامبل سور لو نت تقدر دير دي زيكزامبل تبدا تكو دي تروك بوحدك بحال هكا دونك فريمون كاين كل شيء كاين اون فاتح داك دونك هادشي ما خاصوش يخلع الناس ولا يقولوا هادشي صعيب بزاف هادو ما عاد كيطلعوا السوارق ويرجع اللور فهمتي خاصك توكل على الله صافي سير بدا تيستي كودي دي تروك فوار وانت غادي وكتعلم بيان سور كتعلم وهذا راه دومين زوين فريمون زوين هي باسيون فريمون. انا المهم غير هادشي اللي قلتي غنأكد عليه ما خاصش تكون انت عندك دكتوره في الماط باش دير هادشي انا غنمشي كاع بعاد منك رضوان انت قلتي لي سونس الماط انا غنقول شي واحد عنده باك لا لا درتي باك سيونس مات بعدا صافي سالينا راه تنظن يمكن لك تبدا حيت معلومه ما غيكونش عندك المعلومات في الاول ولكن عندك كثار من شنو خاصك باش تبدا وانت ماشي ما تلقى شي حوايج نسيتيهم شي حوايج ما قريتيهمش غتقلب فيت في ويكيبيديا غتعلم. انا دابا فهمتي قريت ماشين ليرنينغ وفي لونيفرسيتي وهادشي والحقيقه فاش بغيت نيت ندير واحد لي زانترفيو فوكست على ماشين ليرنينغ لقيت راسي كلشي نسيتو وكان خصني نعاود نتعلم ومشيت لويكيبيديا باش عاود تعلمته وكما قلت يا رضوان كل شيء كاين دونك انا نقول المينيموم اللي خاصك باش تبدا هو خاصك تكون قريتي المات زعما قريتي ديفيرونس سميتو الشق داله الشقاق الشقاق تعرف الشق داله لك لي ماتريس نسيت كاع كي تتقال في الدارجه مصفوفه بالعربي مصفوفه مصفوفه الله يمعني ما يتسالك خرب راسك تنسالي نقول لكم راه عندي واحد البروجيون كنديرو مع شي وحدين اخرين ديال ترجمه المصطلحات ديال تعلم الالي باللغه العربيه وجمع بيان اي واحد كيتصنت بغا يشارك يشارك معنا راه في جيت هاب اللي بغا يشارك اظن انس اللي دويت عليه قبل كان دابا شي يدير معاك هذا ويدير معاك كاع حتى تمازيغ ترجمه تمازيغ مرحبا حتى شي حاجه لاش بوم مرحبا دونك شنو بغيت نقول دونك خصك تكون تعرف لي باز تاع المات يعني من واحد الناحيه كالكولوس اللي هي فهمتي اشتقاق وهذا الشيء من واحد الناحيه مصفوفات يعني لينير الجبرا لا عرفتي لي باز هاد الجوج يمكن لك تبدا زعما بدون ما غيوقع لك حتى مشكل حيت انت غتعلم الاكثريه الحوايج اللي غتعلم جداد ما كنتيش عارفهم اصلا ولو انك دير ليسونس في المات ولا بي اتش دي في المات تنظن غتمشي غتلقى دي دومين شي حوايج في المات اللي انت يا اما ما عمرك ما تعلمتيهم يا اما ما دوزتيش فيهم الوقت بزاف دونك زعما غتمشي لهاد الكورد تاع اندرو انغ بسيط زعما تمشي معك خطوه بخطوه شي بلايصه تلقى صعاب ماشي مشكل قد توقف شويه تقلب في ويكيبيديا تقلب على دي زانفورماسيون كاين واحد الكور اخر في يودا سيتي تنظن شويه زعما الكاليتي ديال الكور بلو بيداغوجيك بلو بيداغوجيك تمشي معاك بشويه بشويه دي ديسان ودي تخرج بحال هكا دونك لا شي واحد جرب اندرو انغ صعيب بزاف يقدر يجرب تاع يودا سيتي تنظن تيستعمل بايثون هذاك تنظن ولكن هادو بجوج هذاك اندرو انغ معروف اكثر زعما بداو بهذاك اللي قدرت ولكن حتى يودا سيتي زوين يودا سيتي تنظن فافور هذاك سبونسوريزي باغ جوجل وش العبرة فابور من بعد هانتا بديتي شوية تعلمت شوية الماشين لونينغ ما عرفش واش عندنا قاع الوقت ندوي على هادشي ولكن نقولوا انت مشيتي درتي واحد من هاد ليكور وبديتي تتفهم شوية كي خدام هادشي النصيحة تاعي هي انك تولي شي واحد دوا ولا لا لا حتى واحد غير كمل اسمح لي سمعت شي حاجة النصيحة تاعي هي انه تمشي الكاغل مثلا وتاخذ زعما هذاك لانتروديكسيون تاع كاغل تيقول لك تيتانيك حاول دير بريديكسيون تاع شي واحد واش غيغرق ولا غيعيش في تيتانيك وتعطيك لي دوني تاع لي باساجي تاع تيتانيك هذيك تنظن انتروديكسيون زوينه حيت شحال واحد سولني كيفاش نبدا وفاش مشاو داروا هذيك القضيه بداو تيفهموا بزاف الحوايج حيت كاين من غير لا بارتي تيوري كاين دي كونيسونس براتيك اللي مهمين بزاف مثلا كيفاش غتعرف راسك واش انت اصلا هذا الموديل تاعك خدام ولا لا كيفاش دير ليفالواسيون وهذاك البروسيس العادي تاع عندك دي دوني تقرا دي دوني تتريتيهم وتوجدهم باش تحطهم في ان موديل
لي تخك براتيك لا تعلمهم مع هذاك اون فوا حليتي هذاك اللعيبه تيتانيك تكا قلت نقول لك صافي تبارك الله عليك سير دفع لشي شركه وسمي راسك سينيور ام ال انجينير ما يكون غير الخير زعما راك داك الساعه راك غتولي بحال بزاف الناس اللي تيسميو راسهم ديتا ساينتست ولو انه معلوم مازال خصك تتعلم بزاف ولكن زعما النيفو تاع ديتا ساينتست راه ماشي عالي ماشي خصك تكون خبير وتتبيبليه في الكونفرنس راه غتعرف شويه تستعمل لي زوتي عندك نقول لك انا اللي درتي الكورس تاع اندرو انك راه كنت في التوب 50% ولا التوب 25% تاع الناس اللي تيسميو راسهم ديتا ساينتست وواحد الحاجه اللي باغي خصو اكثر موتيفاسيون غنقول لكم لك كنتو غتمشيو في الاندستري الاكاديمي مالوغوزمون ماشي نفس الحاجه ولكن كنتو غتمشيو في الاندستري راه لي جوب مخلصين بزاف راهما احسن من سوفتوير انجينير واصلا سوفتوير انجينير مخلصين مزيان اما اللي خدمتي في ماشين ليرنينغ سبيسيالمون راه هادوكم لي جوب اللي مخلصين كاع في هذا العالم في هذا الوقت تنظن زعما تمشي تشوف شي واحد خدام مسكين في الفينانس تيخدم 12 ساعه في النهار وكذا وابين تيتخلص كثر من شي واحد 8 سوايع وعندو بينغ بونغ وما شنو ما عمرك عارفين لومبيونس الخدمه في هذه الشركه تاعتك دونك ولو فهمتي كانت الموتيفاسيون تاعكم الفلوس ولا موتيفاسيون تاعكم معلومات ولا موتيفاسيون تاعكم تفيدوا بلادكم ولا اي حاجه كاع هادشي خص يدفعكم انكم تمشيو لهذا الدومين اللي هو دومين زوين وحتى جيتو شي معلومات راه انا ورضوان كاينين فهمتي سيفطوا لنا دي ميساج تقول لي يعني أنت عسيب الدومين ديال الغشاش أكاديمي كل البحث العلمي إلا بغي كونتاكتيني عندك بليزير بيان سور يمكن ما شحناش الناس عاوتاني علاش الناس كيشوفوا البحث العلمي هذه راه خاصو ديسكسيون أخرى تاهو هذاك خاصو ديسكسيون أخرى المهم هذا دا شوا بيرسونيل بوغ الناس اللي متبعين هذا شوا فهاد بيرسونيل كل واحد كيرتاح إكزاكتومون كل واحد كيرتاح اش كدير الخلصه الراحه المهم كل واحد ديك الساعه كيختار كلها ما نكذبش عليكم زعما انا تنقول الخلصه طططط ولكن معلوم فاش تخدم في شركه راك تخدم للشركه ما تخدمش لراسك ديك الساعه راه خصك ديرهم اللي بغاوك لا قالوا لك حنا سيدي بغيناك توبتيميزي الخروب الغوفني اللي عندنا في الخروب غتوبتيميزي الغوفني في الخروب راه ماشي ماشي نقول لهم لا بغيت نخدم على ديب ليرنينغ وبغيت نخدم على تصاور ولكن المهم هذا تبقى البديه البدايه هي خص تكون تكنيكمون مزيان وماشي هادشي ما ياخذش لك 7 سنين انا تنعرف ناس والله لا نعطيكم واحد ليكزومبل واحد خدام معايا راه جالس في بيرو تاعو تماك عنده ديبلوم في ليكونومي ما عمره ما قرا بروغراماسيون كاع بروغراماسيون عمره ما قرا شد ليسونس في ليكونومي يعني قرا غير عامين يمكن له 3 سنين ومن بعد وقف عام ما قراش واحد العام وغا في دارو بقى في دارو تيتعلم اون لين ولا واعر في بروغراماسيون ولا واعر في بروغراماسيون فريمون بزاف واعر 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 و في ماشين ليرنينغ ولا فريمون مزيان لا باس به زعما اكثر من لا باس به تيقرا بيبرز تيقرا ريسيرش بيبرز تيامبليمونطيهم هادشي في عام واحد في عام واحد تعلم بروغراماسيون تعلم كلشي ما تنقولش لكم انتم عندكم لا موتيفاسيون ديال هاد السيد ولكن زعما الواحد الا كان كل ليله تيخدم شويه ولا سيمانه غيخدم جوج المرات في السيمانه تنظن من بعد عام ولا من بعد 6 شهور غيكون عندك فريمون واحد لا باس تاع لي كونيسونس لا باس بها زعما غيولي بوتونسيالمون يمكن لك تمشي تخدم في شركه تنظن غيولي عندك لي زانفورماسيون كافيين باش او موان تبدا في هذا الدومين من بعد بيان سيغ راه مع الوقت كل عام وانت تتعلم هذا الشيء بحال كل شيء اكسبيرينس كتلعب دور كبير اون فات وين الاكسبيرينس بحال كتلعب دور كبير وين بغيت نزيد دي ريسورس انا اي بون كاين داك كنت هضرت على الكورس الثانيه تاع اندرو انك سميتها deep learning point AI وخدامة ببيتون يعني هادوك اللي بغا يخدموا بها اي زعما بوينت ثاني كاين واحد شانل في يوتيوب نتاع سيرا جافول جو بونس هذاك بوغ هادوك لي ديبيوتون هو كيعطيك لاصق فهمتي وان بو يعني فهمتي كوتي كيعرف يش راسك فهمتي ولكن رضوان وانا يمكن ما غنتلاقوش معاك في هاد السيراج انا هاد السيراج ما عنديش معاه بزاف حيت هذا غير تعلم ما عرفتش علاش كيقول رضوان لا يا تما شويه ما عادش كيجيني شويه كيفاش نقول لك كيبدا امبليمونطاسيون هو ما كيعني يعني ما كتعطيكش منين جات كيجي كيبيع بزاف كيبيع بزاف هو فهمتي المهم انا ما ننصحش شي واحد يبدا يمشي في السيراج مثلا انا بغيت تعرف مثلا البرينسيپ تاع شي الغوريثم كيفاش خدام ولا كوم سا يعطيك واحد لانتروداكسيون دغيا ماشي اول حاجه لانتروداكسيون ماشي لوني تكون هي هاد الساط اون فوا عندك دي باز مزيانين يمكن لك تفرج فيديو تاعو
راه ما تمشيش من دابا تفرج في فيديو السيراج غير تسحب راسك راك انت عرفتي كل شيء اسحب راسك انت وصلتي صافي شات بوت ايمج ريكوجنيشن تدير كوبي كوري الكود تاكزيكوت الكود تبارك الله هذاك هذاك اندرو غير ما يعجبكش راسك فهمتي في الاول ما غتفهم والو ما غدير والو ما غديرش شي الغوريثم معقد غيقول لك تريني واحد كلاسيفي دي نومبر ولا شي تخربيقه بلاصله ولكن راك تماك فريمون غتبني الساس صحيح سيراج بحال هذاك سميتو بناء عشوائي فهمتي بزاف كتطلع بلاصه دابا ساعه و 3 دقائق اللي درنا ودرت مع احمد ما غنفوتوش ساعه ماشي مشكل شي انا الا بغيتو تكملوا مازال 10 دقائق 15 دقيقه ماشي مشكل بيرفكت حيت كاين واحد كويشن ديال سلسي عرفتي الكويشنز نتوما كتهضروا هما طالعين وفي الشوليه واحد قال لك الا بغيتي تبدا بروبليم باش تتعلم خاصك بي سي بويسون دونك خاصك بي سي في دي كونفيغوراسيون بيان سبيسيفيك باش تقدر دير لي فيك نيوز اخاي فيك نيوز هادشي ماشي بصح الله يرحم والديك هادشي اللي بغيت تقول ترامب فيك نيوز اسهل حاجه هي واحد الحاجه حيت جوجل الناس ديال احمد الله يعمر لهم الدار تبارك الله عطاونا واحد الحاجه على لاري وسيرجي عطاونا واحد الحاجه سميتها كولاب المهم الناس كيتصنتو سي او ال ا بي ما نقدروا نكتبوا عليهم كولاب ديال جوجل هادو اون فات كيعطيوك واحد لاكارت جي بي يو انفيديا كا 80 سي جو ما ترومبا كيعطيو لك فابور دير بها اللي بغيتي يا سيدي عندك 12 ساعه ولا 12 ساعه حاليا تعطوك تي بي يو دابا ولاو عطاو تي بي يو استاذ راهي ولاو عطاو تي بي يو انا مازال ما تستهلتوش المهم المهم الجي بي يو هي المهم بغيتي تجاوب تي بي يو سير على الله المهم او موا بعدا عندك واحد جي بي يو زعما تقولش لا راه ما عندي والو ما عرفت شناهو دونك كاين جي بي يو فابور ها كيتقطع هو كل 12 ساعه كيقطعوا لك الكونيكسيون سير عاوتاني انت عاود تكونيكت عاوتاني سينو الناس اللي خدامين في لاغوشارش دابا فانتاز وي فازي باغي تقول شي حاجه فازي لا بغيت نقول واحد الحاجه من الاول انت اصلا فاش غتبدا في ماشين ليرنينغ ما غتخدمش فشي حاجه خصك دير بيسونس دو كالكول غتخدم في داتا سيت تيرمون صغار غيكون فيه واحد 10000 اكزومبل ولا 100000 اكزومبل وفيهم غا كلكو شيفر ما غتخدمش على ايمج ريكوجنيشن ما غتخدمش على ساوند سينثيسيس ولا شي حاجه في شكل في الاول السي بي يو تاعك بي سي تاعك العادي تنظن تيكفي انا شحال وانا خدام على ماشين ليرنينغ ما كانش عندي لحد الان تنخدم على ماشين ليرنينغ في البي سي تاعي بيرسو ما عنديش جي بي يو عندي ماك بوك مريض ما تيخدمش جي بي يو تاعو ماشي سبورتد دونك فريمون ما تنظنش هذا مشكل اون فوا غتولي دير اناليز ديماج تماك خصك بيسونس كالكول تماك راك الكولاب عمي جوجل فهمتي عطاكم داكشي فابور سيرو طلعوا الكولاب من غير هادشي هو زوين حيت كولابوراتيف يمكن لك تبارطاجي الا كان خدام معك شي واحد يقدر يشوف الكود تاعك تكومونتي الى اخره بحال شي جوجل دوك اون فات يعني احمد هو كيكودي و انا ندخل معاه نكودي ونبقاو نكولابور كتبغي نقول لكم واحد البارونتيز اللي كان الناس كيتصنتونا الناس خدامين بحال بدي تي زاد دوكتور ولا في لا ريشيرش و يمكن عارف لا ريشيرش هادو انفيديا حتى هما لي الشركه ديال الجي بي يو حتى هما الله يعمر لهم الدار كندعو معاهم دائما اون فات انفيديا عندهم واحد الجي بي يو جراند بروغرام يعني هما كيقول لك حنايا نعطيوك جي بي يو فابور ماشي في سبيل الله المهم كيعطيو لك واحد فابور كطلبوا لهم كتكتب ان ريسيرش بروبوزال يعني انت شكون كتعطيهم السي في ديالك انت شنو باغي دير بهاد لا كارت جي بي يو وكيصيفطوا حتى عندك حتى للدار وانت ما عليك عاد تشكرهم ملي دير شي بابي سانتيفيك كتشكرهم كتقول لهم ما كنشكر انفيديا الله يعمر لهم الدار حيت عطاوني اون كارت جي بي يو دونك هادي اون بارونتيز بور الناس اللي في لا ريشيرش وكاينه واحد لا كيسيون اخرى اللي تعاودت بزاف قال لك الفيوتشر ديال الداتا انجينيرز اي انجينيرز في المغرب بي ان جينير غادي الكيسيون باسكو ما خصناش تفوكسيو على المغرب مي الفيوتشر ديال هادشي ديال الداتا انجينيرز واي انجينيرز في العالم بي سبيسيفيكوم المغرب حيت انا كان المهم بالدارجه دونك غنليميتيو في المغرب مي الى عندكم شي اضافه للسؤال سي احمد بدا مهم عامه في المبدا في المغرب ما حنا في المغاربه تتبعوا هادشي اولا في المغرب كاين نقص كبير تاع الناس خدامين في هاد الدومين الاسباب كثيره منها انه لي سالير قلال في المغرب مقارنه مع الخارج والناس تيمشيو للخارج ولكن لا كنتي باغي تبقى في المغرب وباغي تخدم في هاد الدومين ما غيوقع لك حتى مشكل انك تلقى خدمه عطى الله الشركات واحد الدري ديال لوسيبي قبيله قال لي فرشتيني علاش دويتي على لوسيبي كان غنعاود نعطي ليكزامبل لوسيبي تيغوكريتيو بزاف ديال الناس
داتا ساينتيست، المهم واحد العدد محترم ديال الناس خدامين في هذا الدومين، وديتا انجينير حتى هي باش يبنوا الانفراستركتور. كاين بزاف شركات اخرين كونسلتينغ كلا كاملين تيقلبوا على الناس في هذا الدومين. شنو هو الفيوتشر تاع هذا الاي اي انجينير كذا كذا؟ دائما غتحتاج شي واحد تيدير شويه تاع الداتا انجينيرينغ. الحقيقه دابا بزاف د هاد الحوايج ولاو في الكلاود، يعني شي واحد هو اللي بنى لك هاد السيستم وانت غتستعملو. دونك انا لا شي واحد قال لي واش تنصحني ندير ام ال انجينيرينغ ولا داتا انجينيرينغ، شويه بيزي على ام ال انجينيرينغ، ولكن زعما راه غنحتاجو حتى داتا انجينيرز حتى هما زعما غنحتاجو، يعني على حسب انت لي بريفيرونس تاعك. واش تفضل انك تفضل تكودي، تفضل تبني دي سيستيم تيتريتيو بزاف لي دوني الى اخره، ولا تفضل هذاك الشيء شويه ساينتيفيك صار شويه واحد شويه ماشي بزاف، يعني شي حاجه فيها شويه الماط فيها لي موديل الى اخره، على حسب البريفيرونس تاعك تختار. والفيوتور راه باين زوين، اش بغيت نقول لك، يقدر شي نهار واحد الاي اي غتكون بلاصينا، ولكن راه هادشي ما واضحش انه غيوقع من هنا الحياه تاعنا. كل واحد يتوكل، زعما هذا واحد الدومين فريمون تري بروميتور. اللهم تيجينا نتعلم انك دير ام ال انجينيرينغ ولا داتا انجينيرينغ، ولا تولي بحال اي انجينيور تمشي تصايب دي زابليكاسيون ويب، تياخذوا دوني من واحد لاباز دو دوني وتيافيشيهم فواحد الانترفاس غرافيك، ياخذ دوني من لاباز دو دوني وافيشيهم في انترفاس غرافيك، وتتعاود كل مره هذا البروسيس. ماشين ليرنينغ تلقى فيه شويه لا كرياتيفيتي كثار، شويه قرب من لا سيونس شويه. رضوان ان فيت داكشي اللي قلتي هو هذاك، ها هو كيما نكملنا بهذ النقطه اللي بديتي. اللهم دير هاد الدومين هذا وتعتق راسك، ولا تمشي دير شي حاجة ريبيتيتيف، حيت شي حاجة ريبيتيتيف عادي تجي ماشين عادي تعوضك الناس دابا ولاو كيخافوا على لي بوست ديالهم. الناس اللي خدامين باغ اكزومبل ليماجي ميديكال ولاو كيخافوا على لي بوست ديالهم، دي راديولوجيست اللي كيشوفوا تصاور بحال ما كاينش كيدير، كيشد الصوارة ديال الرادار ولا الاي ام ولا ما عقلتش شنو هما، وكيعرفوا بحال واش كاين ان كونسير يا بالسلامة ولا شي حاجه اخرى بعينيهم. اي حاجه فيها كمبيوتر فيجن زعما كتشوفها بعينيك وكتكلاسيفيها راه غادي تقدر اون ماشين ديرها من بعد. بوت دابا 2018 مازال ما واعرش لا ماشين، مي شحال وهي بدات تجمع في لي زيكزامبل تولي واعره. كاين اللي بدا كيفكر كاع المحامين، واخا انا مازال شاك في هادي المحامين حتى هما تغومبلاصاو، حيت دابا يقدر يكون شي بحال شي قضيه وين ماشين تعطيها هي تجبد لك كاع القضايا اللي بحالها، تجبد لك كاع لي لوا اللي تقدر تستعملهم، فهمتي؟ صافا با اون بلاصي لي زافوكا، مي غادي تعاونهم بزاف، تحيد بواحد الطرف كبير كانوا كيديروه هما، تعاونوا غتبدلوا لا ماشين. المهم خلاصه دي ميتي اللي فيهم شي حاجه ريبيتيتيف بزاف وما كتكرييش شي حاجه راه ما شويه في خطر زعما، باش نجيو الناس من الاخر. يب اخر اكزومبل، هذا اكزومبل مزيان، اكزومبل من الناس ديال الاخبار اللي كيقراو حداك على الاخبار صافي. هذاك راه شنو باغ اكزومبل داروا ان اكزومبل ديال واحد صوبوه هما واحد الانترفاس غرافيك وصافي، واحد الانسان زعما ديال العاني زعما وكيقرا الاخبار وكيبان رياليست، كاين شويه ديال لي ديفو بحال في الفوم تاعو كيفاش كيتحرك كيبان رياليست، وتا هو شنو خاصو يدير؟ خاصو يعطيك الاخبار صافي، راه قاضي زعما غلط. المهم انا ولا واحد شي زعما ماشي ضروري نفكروا، وي واحد الحاجه بغيت نقول هي ماشي ضروري تفكر زعما اين خدمه غتحيد ولا ما غتحيدش مع هاد لي بريديكسيون صعاب. دونك تولي كار واحد يدير اللي بغى، فهمتي؟ زعما الا انت بغيتي تولي انت تتسوق طوموبيل سير سوق طوموبيل، غا هو المهم راه خصك شي بلان سيكول. لا في كلشي اللي كتبان جلي دابا ديروا اي خدمه بغيتو ديروها، ما يكونوا مستعدين حتى زعما تبدلوا الخدمه تاعكم، فهمتي؟ نتوما تادابطاو لهادشي اللي عيطرا من بعد، ماشي تخليو هادشي اللي عيطرا من بعد يغطيكم ولا يغبركم. حاولوا فهمتي واحد يكون عنده المينيموم دو كونيسونس باش نهار تشوف انه الماتي ديالك جات شي حاجه كتدفع فيه تكون انت واجد باش تبدل راسك تادابط راسك تعلم لي زوتي باش تولي انت ديما كاين ديما كاينه واحد الحاجه ليك. اون فيت كاين بزاف ديال الكيسيون وقيلا ديال المغرب ما فيهش، كنقلبوا على ستاج ما كاينش في الاي وداكشي. Moi personnellement, j'ai l'exemple d'une compagnie d'assurance, je vais spécifier le nom, qui actuellement travaille sur un projet de, en fait, les ordonnances qui ont été données, mais je ne peux pas les lire, surtout en cas d'accident ou quelque chose. Et donc, il y a des experts qui déchiffrent en fait ce qui se passe. Et donc, l'idée qu'ils ont d'abord, c'est qu'ils remplacent les experts, je ne sais pas si ils remplacent les experts en utilisant le computer vision ou le machine learning dans le domaine. Donc, كاين هذا الموفمون ديال الاي والناس واعيين بالاي، وكاين دي بروجي في المغرب اللي خدامين عليهم دي سوسيتي في المغرب
على الاي دونك ما نقولوش ما كاينش كاع باش ما نكحلوش التصويره، مي كاينين والناس خدامين، مي خصك غير تقلب شويه الانفورماسيون. عبد الرحيم واقي قال لك داتا انجينيرز، سلاده ديال سوفتوير انفراستراكشر مع شويه ديال الداتا ساينس. بلا شجي قال لك واش الايميل تقدر تعوض ديفلوبر؟ شي كومونتير دغيا الا كاين في هذا الايميل. راه دي ديفلوبر اون فيت دي انفورماتيسيان، الناس حنا راه كنكوديو اون فيت الايميل، دونك نو نو جو بونس با جو بونس اون فيت الا بقى ولا لا كان كيعني شي حاجه اخرى ولا لا كان كيعني شي حاجه كاين جو كوا في ريفيرونس لواحد اون فيت واحد البوست ديال فيسبوك ديغنييرمون اللي جو كوا كي ميرجيو الكود ولا كيحلوا الكونفليكت اوتوماتيكمون بالايميل. Et donc, ça va venir tout ce qui est le développement traditionnel ou la bzaf de l'étage du développement يقدروا يتوماتيزاو بالاي او الام ال. احمد كتي بغيتي تقول شي حاجه؟ اسمح لي دابا نقول واحد الحاجه. الا بغيتي تقمر شكون اللي خدمتو غتمشي، الا بغيتي تقمر زعما هذا واش غتمشي اللي خدمته ولا لا، هي داك اللعبه اللي قلنا قبل، واش شي حاجه ريبيتيتيف اللي تيبان لك انه اله ساهل انها تحلها. لكن انت شي واحد الخدمه تاعك هي جبد لي دوني من لا باز دو دوني حطهم فواحد الانترفاس، انا ما تنظنش الايميل اللي غيحيد لك خدمتك الاولى. غا واحد الوقت غيولي عندنا هاد لي فريم ووركس وهاد الشيء خدام دو مانيير تيلمون سامبل كو ما يحتاج شي واحد يدير انت دير داك الخدمه، غتولي ساهل انك تكودي هاد القضيه وشي واحد غيديرها في بلاصتك فيت في بلاصه ما خدمتك هي تتكودي كل مره شي لعبه بي اتش بي تدير نفس البلان. فهمتي اون غرو شنو بغينا نقولوا؟ هو انه الا كان شي حاجه ريبيتيتيف وسهله اصلا خصك تسائل حياتك شنو هو الهدف ديال حياتك، علاش انت خدام تدير هاد الشيء؟ واش ما كاينش شي حاجه بلو كرياتيف زعما اهم انك ديرها؟ ويذ ذات بينغ سيد، واحد الحاجه خصني نقول هو انه كما قال داك الدري ماشي ضروري انك غتلقى خدامي في المدينه تاعك. مثلا انت ساكن في صفرو، ما نقولش لك غتمشي تخدم ام ال ريسيرشر في صفرو، الواحد يدير اللي يقدر. فهمتي بحال ما انت كنتي خدام انجينيور، واحد الحاجه اللي غنقول هي انه ماشي ضروري الواحد غيعطيك الخدمه. اي واحد خدام شي شركه عندها دي دون خاص هو يفكر ياخذ الانيشياتيف، ولو ان راه حنا عارفين ان لي كونديسيون دو طرافيل في المغرب راه في شكال والناس يمكن ما غيتيقوش فيك. فهمتي انت جديد يلاه جاي في الشركه، ولكن حاول انك تشوف لي دوني اللي عند الشركه، حاول تلقى بالخبره اللي عندك اللي ما كايناش عند هاد لي دينوزور اللي غيكون هو الشاف تاعك مخرج من لو ان سي جي في الستينات. حاول انت بالخبره تاعك انك غتقول اوكي هاد لي دوني راه كاين واحد شي حاجه نقدروا نديروا بهم. تخيل انت خدام في لو ان سي اف عندك لي دوني تاع لي غوطار، بوتيت غتقدر تلقى شنو هما لي كوست تاع لي غوطار، بوتيت غتقدر دير بريديكسيون تاع امتى التران غيجي اون غوطار. فهمتي شي حوايج بحال هكا اللي هما حتى واحد ما غيفكر فيهم. وحاليا في المغرب فاش يبغيو يديروا هادشي خصهم يعيطوا لكابينيت كونسلتينغ فرنساوي ولا امريكاني يخلصوا 500 مليون. دونك حنا ما كرهناش حنا في المغرب نبداو نديروا هادشي، ما نحتاجوش نجيبوا الناس من الخارج. وباش نبداو نديروا هادشي خاص نكون ماشي غير سنطيحه، خاص فهمتي شويه ديال لا تكنيك، واحد شويه ديال لا تكنيك بحركه باش نقدروا نديروا هادشي مقاد. ولكن راه كاين لي زوبورتونيتي، زعما هادي ما واضح اننا في المغرب عندنا لي دوني كاينين، علاش ما كاينش الخدامي؟ يعني الناس ما تيفكروش انهم يغوكروتيو. دونك انت اللي كنتي في شركه وعارف عندكم لي دوني، ادفع. فهمتي ادفع الشاف تاعك قول ليه شوف اعطيني غا 4 سوايع في السيمانه غنحاول ندير هذا البروتوتيب تاع شي حاجه. ما تقولش الشاف تاعك، انت اصلا الشاف تاعك سوقو تجبد لي دوني، راه شحال مره درت وانا خدام في جوجل، شحال مره مشيت درت شي حاجه اكوتي ما قالش الشاف تاعي تصدقات زعما خدمات وصدقنا درنا منها بروجي. دونك فهمتي ما لي دوني هما فهمتي لا ريسورس لا ماتير بروميير تاع هادشي. الا كانوا عندك انت كون اي كرياتيف شويه، اون فوا غتعرف شنو هما لي موديل لي ديسپونبل، اون فوا تعرف لي زالغوريثم اللي كاينين غيبداو يجيوك افكار ما كانوش يجيوك قبل. غتقول حكا هاد البروبليم فكرني بواحد شفتو في كورسيرا، ولا فكرني بكلاسترينغ، ولا فكرني بريكومندر سيستم كذا كذا، بوتيت غنديروا هاد البلان. وبالنسبه للشركه لا موتيفاسيون هي الفلوس، زعما باش جيكم نيشان الشركه دارت باش تجيب الفلوس، اون فوا تقول لهم لا درنا هاد السيستم اون فا ايكونوميزي كذا كذا، ولا اون فا افوار بلوس دو ريفينيو 10% عند هاد لي كليون، صافي ما تحتاجش تجيستيفي. ديك الساعه راه بيان سور لا جيستيفيكاسيون تجي من راسها. لي زيكول دانجينيور ولا لي زونيفرسيتي في المغرب راه كاينين دي بروف بداو، كاينين دي بروف بداو، ما كنقولش انهم كلهم واعرين، ما كاينين شي وحدين بداو وطلبوا منهم دي ستاج. المشكله بيان سو في المغرب شي ما ستاج ما مخلص، مي الا قدرتوا تصبروا بعدا على البدايه بعد بحال كات فورما وتجربوا حاجه جداد تصابيا. و فيري لاست كويشنز، قال لك اون فيت كاينين شي ثلاثه ديال لي كيسيون على الفريم وركس ديال
اللي كنخدموا بهم في الماشين ليرنينغ يقول لك production ready frameworks بحال كي اللي عطى لي اكزامبل ب ديال جوجل تنسر فلو. المهم في لا ريشيرش حنايا سواء جو بونس حتى في لاندستري لا ريشيرش خدامين يا اما بسايكيت ليرن يا اما بكيراس يا اما بايتورش يا اما تنسر فلو. سايكيت ليرن هو واحد بحال تقول تاريخي واحد بيبليوتيك بيتون هادشي كامل بيتون تاريخي فيه بزاف لي زالغوريم ديال الماشين ليرنينغ تقدر تيستي مع راساتك سي فاسيل ا يوتيليزي. هاد ثلاثه الاخرين اللي قلت كيراس تنسر فلو بايتورش هادو بلوتو وكاينين وحدين اخرين المهم هادو لي الكبار هادو فيهم لي ريزو دو نورون فريمون ماشين ليرنين ادابتين مزيان ماشين ليرنين. كيراس هو اون فيرسون سامبليفي ديال تنسر فلو دونك هادوك هادشي كامل جوجل هادشي وبايتورش ديال فيسبوك وابخي كل واحد كيختار لي بغا. انا بحال دابا كنصح الناس اللي كيبداو يبداو بكيراس حيت كيراس مبني على تنسر فلو ان فيت مي كيراس بحال تقول اون فيرسون سامبليفي على تنسر فلو دونك فوالا ولا يمشيو ديريكت لبايتورش والا وهادي ما قدرش نقول شكون حيت دابا مازال كاين واحد الديبا كبير في لا كوميونيتي شكون اللي احسن. المهم هادشي شويه فيه بحال داك لاش اون بارونتيز بحال داكشي تاع جافا فيرسس سي بلس بلس ولا بحال هادشي زعما ماشي مهم بزاف في الاخر. انا شنو نقول هو هاد اللعيبه تاع برودكشن ريدي شي واحد قال برودكشن ريدي ام ال دابا نقول لي واش انت جوجل ولا انت فيسبوك ولا انت زعما انا ما تنظنش هاد السي اللي سول هاد السؤال عنده مثلا دي سنتين دو مليون ولا دي 500 مليون اكزامبلز فهمتي. دونك عامه تنظن الاكثريه ديال الناس غيقدروا يبداو كما قال رضوان بسايكيت ليرن هو ماشي بويسون ماشي بوتيت برودكشن ريدي زعما غيخدم على دي مليار ديكزامبل ولكن غيكفي. تنسر فلو انا ما تنصحش شي واحد يبدا بتنسر فلو بيغ كما قلت يا رضوان تنصح كيراس كيراس هو سامبليفي تنسر فلو بيغ معقد بلا فائده زعما الا جيتي تشوف الاكثريه ديال الناس ما غيحتاجوش داك التعقيد. دونك كيراس هي غير بحال واحد الرابر على مغطي بتنسر فلو. كيراس ساهل يتستعمل بزاف عاتي ساهل لواحد الدرجه خياليه اون فوا تعرف شنو هي ان نور نتورك يمكن لك تستعمل كيراس غتعرف اوكي كاين لايرز ها النوع ديال لايرز ها اكتيفيشن شنو هي ها ريجولاريزيشن الى اخره تولي ساهل بزاف تستعمله. دونك تنظن الواحد خص فريمون يتعلم هذاك الشيء اللي قلنا حنا يوداسيتو داكشي وتماك غيعرف لي نون دو مودلز لي امبليمنتيشنز ديال المودل تماك حاجه اخرى سايكيت ليرن فيه لاكثريه ديال لي موديل. تنظن انا ما ننصحش الواحد يبدا بنورال نتوركس زعما ولو انه هذاك الكود اندرو انج يمكن فيه يهضر بزاف على نورال نتوركس وكذا ولكن فريمون تنصح الناس يبداو بدوتغ موديل غير باش يتفتح لك شويه الدماغ تاعك على انه كاين بلوزيغ بوسيبيليتي ماشي نورال نتوركس تحلوا كاع المشاكل. انا شحال من مره حاولت نحل المشكل بنورال نتورك pour une raison زعما انا عيان في نورال نتوركس شي حاجه ما خدماتش اوسي بيان كو اون ميثود لي بلو كلاسيك. حاجه وحده غنقول الصوره اللي عندهم فورست كاين شي مرات كيربحوا دابا هادشي اللي بغيت نقول كاغل غتلقاو كلشي تيستعمل واحد لاري بغيه خرا سميتها اكس جي بوست اللي هي صرات السحر الاسود فهمتي هذاك الشعوذه ديك لاري بغيه تخدم بزاف تخدم مزيان بزاف كثار من نو نترك شحال من مره اوكي يمكن لك تستعملها وغتخدم ليه ولكن انت ما غتفهمش مزيان زعما علاش خدمات هذه ولا الاخرى. انا تنظن لو بلوز امبورطون هي تمشي من ما عندكش ماشين ليرنينغ موديل اللي عندك ماشين ليرنينغ موديل لا باس به. اما هذاك 1% ميور ولا 2% ميور ماشي مشكل داكشي مع الخبره وغاتريني وكذا ولكن المهم هي انك ديجا تفهم كيفاش غنبني واحد السيستم اللي اون جينيرال تعطيني دو بون ريكومونداسيون ولا اون جينيرال تيكلاسيفي مزيان. فوالا شي كان اللي منقول. الى عندكم شي كلمه اخيره حيت دابا ساعه وتولوت جو كرو خصني لي دير لكم التريد اخرى باقي لك السؤال عليا تسمحوا لينا اتمشي تاع صيفطوا لينا ميساج بريفي راه وصلوني شي فريند ريكويست زعما ما تفضلش حد يصيفط لي ميساج على بلاص والله الا راه والله صراحه ما معك حيت ما نقدرش شي مرات كيضيعوا دي ميساج. انا جو بو ميم فو بروبوزي كاع كاين واحد لو جروب اون فيت فيسبوك يلا بديناه. المهم هو كان اون فيت قبل كان قبل مي شويه نقصت فيه الانتراكسيون نقصت فيه وجيت هذا العام هذا حاولت نحركو شويه باش شويه حتى يلا بدات عاوتاني يلا رجعوا الناس عاوتاني كيفكروا في هادشي ديال العزود نون ولا ماشي باين اون جينيرال. سميتو موروكان اي اي اند ميدتك كوميونيتي دونك ام اي اي ام سي عادي نقدروا نعطيكم لو ليان ابري وفيه فوالا فيه واحد مجموعه ديال الناس اللي مهتمين
ماشي ضروري يكونوا كاملين دي زيكسبير، ديما حتى حنا ماشي دي زيكسبير، حتى بزاف لي شيرشور اللي كاينين في العالم ماشي دي زيكسبير. لي زيكسبير هما هادوك لي فريمون بقاو في هذاك الايامات فاش كان غازو نورمال ما كيتسوق ليه حتى واحد، وبقاو خدامين هادوك ما اللي في الخاص لقات لهم هادوك دي زيكسبير، ما كاين حتى واحد كيحيد لهم هادوك. دونك اي واحد اللي يلاه بدا يقدر يدخل ويشارك معنا هو فين وصل، با سويسي. المهم حنا بحال هكا نعرفوا كل واحد اش كيدير، واللي خاصه شي حاجه يسول سا بيان. كاين اوسي اون باج فيسبوك، اون باج فيسبوك انا مسميها تويشيات في التطبيق الرياضيات، كان بوبليي فيها اون فيت دي اخبار اون غولاسيون مع لارتيفيشال انتيليجنس ولا دوت شوز تبوا تاتر انتيراسيون اوسي الناس. وعاد بيان سور ما كاين حتى مشكل اون فيت، فو بوفي انفوي دي ميساج لي بروفيل ديالنا احمد ولا ديالي انا، عاود دي فوا لي ميساج كي تخلطوا مع السبام. دونك فو فويي سكو جو فو دير. الى ممكن رضوان، الى ممكن رضوان غير دويتي على واحد البروجي اوبن سورس. وي دونك الى ممكن وي الى ممكن تمونسيونيه قبل ما اوكي اون فيت هذا راه واحد البروجي ديال ستانفورد، ديال ستانفورد يونيفرسيتي، هما دايرين دي بحال تقول دي كيسموهم شيت يعني. المهم بحال تذكير النقله بالاخر، النقله دونك تذكير فريمون ديال كاع لي نوسيون برينسيبال ديال ماشين ليرنين وغيره. وهما قال لك هذا بالانكلي، دونك سا صابيا اي وحدين من اي شعب بغاو يترجموا اللغه ديالهم مرحبا. دونك معلومه يحلوا واحد الايشيو في جيت هاب وهادي ويترجموه. ودونك كاين انا، كاين مغاربه اخرين، كاين واحد الدري يماني، كاين شي سواده ودوت بيرسون. المهم اي واحد عنده جيت هاب بغى يشارك مرحبا، راني صيفط لكم لليان وتعاونونا. يا اما تعاونونا في الترجمه ديال الكلمات، راه تري تري كومبليكي داكشي، حيت راكم عارفين للاسف العرب تاخروا في هادشي. دونك كاين شي حاجه تخترعوا صعيب تلقى لهم حتى شي اكيفالون بالعربيه، ولا تشوفوا الناس اللي ديجا داروا ترجمه وديروا ان ريفيو، تقولوا هادشي مزيان هادشي ما مزيانش، اقتراحات. المهم اي حاجه شاركتوا فيها راسها صافي، اي حاجه مرحبا، حيت سي با فاسيل، سي فريمون با فاسيل. وحنا محامين عليه واحد الجماعه مازال قليله ومازال مضاربين على بيناتنا على الكلمات. يا سوبر، الى ممكن غير المهم بارطاجي في سواء سيفطوا ليا سواء بارطاجي في كروم نيشان، وانا غن نطلع. سي احمد ما تقول شي حاجه في الاخر؟ هما نعاود بحال الشيء اللي قلت قبل، الواحد خاص يفهمتي يحاول يبدا يزعم شويه، هادشي ما صعيبش بزاف. معلوم الواحد خاص يبقى موديست فهمتي، راه كما قلنا احنا في الاول انا وردوان فاش نقول ماشي خبراء، راه ماشي غا زعما الصواب، راه نيت ماشي خبراء حيت الدومين ما تيتسالاش، ولكن رغم ذلك خاص الواحد يكون شويه سنطيحه ويزعم ويبدا هادشي، ما يخافش، ما يقولش لا خصني ديبلوم، ما يقولش راه ما كاينش شي اكسكيوز، كاينه زعما اي واحد تنظن حاليا يقدر يتعلم. انا قلت المينيموم خصك تعرف الماط ومشتقه وكذا، تنظن زعما لك تي موتيفي تا هادشي مشتقه وتشي تعلمو زعما، راه ماشي امبوسيبل. دونك فريمون ما كاينش اكسكيوز لك تي هاد الدومين تيجيك انتريسون، باغي تكون من الناس اللي غيبدلوا هاد الدومين وغيساهموا فيه في المغرب، زعما راه ولا حتى جيتي زعما شي واحد يعاونك، شي واحد يعطيك لي ريسورس، عندك اسئله سولنا زعما راه ما غتلقى اللي يعاونك، زعما ما كاين حتى مشكل، غا زعمو وفهمتي واحد يزعم وياكل اللحم. هادشي هو لو كومونتير برينسيبال. اوترومون شنو بغيت نقول، هي انا مع لاندستري رضوان عطاكم اكزومبل، انا دويت بزاف على الشركات. ما تنساوش انه في لي زيكول في المغرب يمكن لكم ديروا بي اتش دي، يمكن لكم ديروا ايشونج مع في مدارس، يمكن لكم ديروا ستاج في يونيفرسيتي اخرى. زعما ولو انه يجيك لونفيرونمون يونيفرسيتي في المغرب ماشي هو هذاك، راه يمكن لك دير فهمتي دي كولابوراسيون مع الخارج. دونك حتى الواحد اللي بوتيت بغى يدير دكتوراه ما ينساش انه جوستمون كاين بزاف لا ريشيرش خاص نديروها في هادشي. مالوغوزمون ما كاينينش دي شيرشور مغاربه بزاف، رضوان راه فهمتي ليكسيبسيون، راه كاين رضوان وكاين شي وحدين تنعرفهم ولكن راه قلال بزاف. دونك فوالا، يا اما بغيتي دير لا ريشيرش يا اما بغيتي تخدم في شركه، في لي دو كاز زعم وفهمتي توكل على الله. شكرا بزاف 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 سعما، شكرا بزاف رضوان. اي دونك لي كيسيون لي جاو من بعد على السميه ديال الجروب اي البروجي لي مونسيون رضوان، دونك هادو بجوج غناخذهم من عند رضوان وغادي نديرهم في اللايف بلوتو في الجروب كامل باش الناس اللي بغاو يستافدوا. شكرا بزاف الدراري. اي دونك الناس اللي معنا دابا كانت هذه غير اون بيتيت انتروداكسيون في الاول، ابري جو كرو غنديرو اون اوتر ايبيزود على لابليكاسيون
real life ديال AI و machine learning حيت واخا كاك ساعه وساعه وشروط ما كافياش وعارف كاين عندكم بزاف ديال لي كيسيون دونك ان شاء الله غنحاولوا نديروا شي ايبيزود واحده اخرى. عاوتاني كنشكر احمد اردوان وكنشكر عبد الرحيم اللي هو اللي عاوننا بزاف باش نديروا هذا اللايف. نتلاقاو في اللايف شي. السلام عليكم.